طيب تلخيص الجزء اللي احنا قلناه الفترة اللي فاتت، يعني الكام سلايد اللي فاتوا دول، ان انا بصمم للانسان وللبيئة. للانسان ان انا اوفر له بيئة تخليه او تخليه يقدر ان هو يحقق الوظيفة من المبنى بتاعي. يعني مثلا لو انا في مبنى سكني او مبنى تعليمي او مبنى اداري او مبنى تجاري او ترفيهي او ايا كان استخدام المبنى، الانسان يقدر ان هو من خلال التصميم بتاعي اللي انا بوفره له ده يقدر يعمل الوظيفة دي. ان انا مثلا مش بعمل له مبنى تعليمي وبخلي له الاضاءه وحشه جدا، بخلي له درجه الحراره عاليه جدا، فبقدر فبخلي الطالب يبقى متضايق جدا ومش قادر ان هو يستوعب اي كلمه من المدرس او اللي الدكتور بيقوله له. فانا كده فشلت معماريا، واني كتصميم بيئي ان انا اوفر الراحه او اخلي الانسان ده يعني المبنى بتاعي يقوم بوظيفته اللي هو المفروض يقوم بيها. يبقى انا كده لازم احقق معيار ان المبنى ده وظيفيا يقوم بدوره على الوجه الاكمل. تاني حاجة إن المبنى ده يكون مريح، بيزود كفاءة المستخدمين وما بيأثرش على صحتهم، لأن أنا ممكن أبقى عاملة تهوية طبيعية سيئة للغاية، فأخلي مع الوقت ومع استهلاك المبنى استهلاك اليوزرز للمبنى بتاعي يأثر على صحتهم بالسلب. يكون مثلا في أبخرة أو ملوثات معينة بتصدر نتيجة إن التهوية الطبيعية سيئة جدا، فمع الوقت ومع استخدامهم للمبنى بتاعي بيأثر على جهازهم التنفسي. يبقى أنا كده فشلت تصميميا إن أنا أوفر الراحة، أوفر إن المبنى يكون مبنى صحي، والراحة طبعا هتكون ما فيش راحة حرارية، ما فيش راحة نفسية، وبالتالي أنا كده يعني أثرت على الإنتاجية بتاعت الناس اللي عايشة في المبنى ده أو الناس اللي بتستخدم المبنى ده على مدار عمر المبنى. ثالث حاجة إن أنا الهدف برضو المهم جدا إن أنا أخلي المبنى ده تأثيره سلبي على البيئة، من حيث بقى المواد، من حيث استهلاك الطاقة، من حيث كل العوامل اللي أنا هراعيها في التصميم زي ما هنشوف بعد كده، إن أنا أخلي تأثير المبنى سلبي على البيئة، يعني ما بيضرش البيئة. طيب عملية التصميم البيئي في العموم بتمشي إزاي؟ عملية التصميم العادية اللي إحنا يعني إيه بنشوفها في كل مراحلنا التعليميه وبعد كده في الشغل، ان انا ببتدي اعمل ريسيرش الاول، بشوف المناخ في المدينه بتاعتي عامل ازاي، بشوف الوظيفه بتاعت المبنى، بشوف طريقه الوصول للموقع، بشوف كل المعايير التصميميه او المعايير المؤثره على التصميم بتاعي، وببتدي اجمعها في ريسيرش صغنن كده، وبعدين ابتدي اعمل اناليسيس. جمعت مجموعه من المعلومات بعمل لها تحليل. موضوع التحليل ده بقى بشوف مثلا في اي مثلا مشكله مناخيه، طب ايه مميزات المناخ، طب ايه العوامل الكويسه في الموقع بتاعي، ايه العوامل اللي مش كويسه في الموقع بتاعي، طريقه الوصول للموقع بتاعتي سهله ولا لا. وبعدين ببتدي احلل كل المعلومات دي وابتدي احط فكره تصميميه واعمل برين ستورمنج مع زمايلي في الكليه، مع زمايلي في الشغل او التيم بتاعي، او مع اساتذتي، او مع اي حد انا المفروض بعمل معاه البرين ستورمنج او اشاركه افكاري. بعد كده بنتفق كلنا على مجموعه من الافكار، ان اوبشن 1 و2 دول هم كانوا كويسين جدا. ببتدي اعمل تيست للافكار دي عن طريق ممكن ادخل على الاوتوكاد ابتدي احط فكره، او على الماكس او على اي برنامج موديلنج ببتدي احط فكره تصميميه، اشوف الفورم والنسب واشوف العلاقات بتاعتي هل انا حققتها، التوجيه كويس ولا لا. وبعدين بعد ما بخلص بشوف انهي اوبشن منهم كان كويس وبعتمده ان هو ده الاستراتيجيه بتاعت التصميم بتاعي، خلاص انا هعتمد التصميم ده وهو ده اللي هكمل عليه الشغل بتاعي. دي طريقه التصميم بتاعتنا العاديه جدا واللي احنا كلنا متعودين عليها. طب بالنسبه لموضوع التصميم البيئي، هل بيختلف كتير؟ لا ما بيختلفش، غير بس في بعض المسميات البسيطه. ان انا اول حاجه ببتدي اعملها طبعا موضوع ريسيرش، بس بعد ما كنت في الاول ممكن انجلكت شويه موضوع المناخ والسايت والحاجات دي، فدلوقتي بتبقى لازم اولويه اولى ان انا ادرس المناخ بتاعي، بشوف مميزاته عيوبه، ازاي هستفيد من المميزات وازاي هحمي نفسي من العيوب بتاعي من العيوب اللي موجوده في المناخ عندي. تاني حاجه بجمع البيانات المناخيه دي واعمل لها اناليسز، وببتدي اشوف ايه المميزات والعيوب وايه اللي انا هطلع منه. كل حاجه بعملها او كل معلومه بجمعها بتديني فكره بعد كده تخليني اعملها معالجه معماريه بعد كده في التصميم. مثلا في مشكله معينه في المناخ هتخليني اقلل مساحه الفتحات، فده قرار تصميمي، اخذت القرار التصميمي ده بناء على المعلومه المناخيه اللي انا جمعتها من مرحله الريسيرش وعملت لها اناليسز علشان اشوف انا هستفيد بيها ازاي في التصميم بتاعي. بعد كده بقوم مجمعه الافكار وعامله كونسبت جميله كده صغيره، وبعدين اقوم عامله برين ستورمنج مع التيم بتاعي او مع الاساتذه بتاعتي او ايا كان مين المجموعه اللي انا بصمم جواها. بعد كده باخد الاوبشنز بتاعتنا واقوم عامله تيست.
التست هنا بدل ما كنت بعمل بقى فورم وحاجه شكلها لطيف كده على اي برامج من برامج برنامج من برامج الموديلنج، لا دلوقتي بخش اعمل تيست على برامج السيميليشن او اللي هي انرجي موديلنج، بعمل انرجي موديلنج للكتله بتاعتي وبعدين بشوف هل انا حققت الهدف من التصميم بتاعي، هل قللت درجات الحراره ووفرت الراحه الحراريه، هل قللت استهلاك الطاقه، ايه اللي حصل بالظبط من استخدامي للشيدنج ديفايس دي، من استخدامي لمساحه الشباك دي، من استخدامي للماتيريال المعينه، ايه اللي حصل لما عملت التكامل ما بين الحاجات دي كلها. اكيد في حاجه حصلت جوه المبنى، طب هتستها ازاي؟ هعمل تيست عن طريق الايه الانرجي سيميليشن او الانرجي موديلنج. بعد كده خلاص انا اخدت يعني عملت التست بتاعي واخدت قرار تصميمي ان الاوبشن ده تمام وجميل، هعدل فيه بعض الحاجات البسيطه وهعتمد التصميم ده. يبقى انا كده عملت استراتيجيه التصميم بتاعتي واعتمدتها وخلاص، طلعت المنتج النهائي بتاعي بوديه بقى للناس بتوع الرسومات التنفيذيه عشان يبتدوا يخشوا في مرحله تنفيذ المبنى. في بقى مرحله الحقيقه او الواقع او الاوكيوبيشن التشغيل، ان انا باخد خلاص المبنى بقى قائم وببتدي اخد الاجهزه بتاعتي واروح اعمل قياساتي، وانا كده اللي انا عملته على برامج السيميليشن نجح في الحقيقه ولا انا محتاج ان انا الحق نفسي ببعض الحاجات اللي ما كانتش مظبوطه قوي، لان اكيد وارد ان يكون في نسبه خطا على حسب برامج السيميليشن اللي انا استخدمتها عندي. فهنا نسبه الخطا دي هل ممكن تعدي ولا ممكن الحق نفسي وانا قبل ما المبنى يحصل له تشغيل وابتدي ان انا اعمل مثلا اي معالجه او اي حاجه علشان اعالج المشكله اللي حصلت في السايت ده. فهنا دي المراحل بتاعت التصميم البيئي اللي هي الايرلي ستيج والبريدكتد والريال. طيب في بعض الحاجات برضو اللي احنا على مستوى التصميم البيئي بنعملها، بعض المعلومات او بعض المعايير اللي لازم اخد بالي منها او اللي انا بجمعها في مرحله الريسيرش واحنا شغالين، دي برضو في مرحله التصميم البيئي العادي، مش شرط يكون باستخدام برامج معين. اول حاجه لازم احددها اللي هي البرنامج الوظيفي بتاع المبنى، المبنى ده استخدامه تعليمي ولا مبنى صحي او مستشفى يعني، ولا مبنى اداري، ولا ايه نوع المبنى بالظبط اللي انا هستخدم فيه او الوظيفه بتاعت المبنى بتاعي. تاني حاجه السايت والكلايمت، انا ببني فين؟ هل انا ببني في اسكندريه ولا ببني في القاهره ولا ببني مثلا في اسوان؟ الثلاث مناخات مختلفين وكل مناخ منهم مختلف عن الثاني. كمان المايكرو كلايمت بتاعي، يعني مثلا انا ببني في القاهره في حي ايه؟ مثلا في التجمع ولا في وسط البلد ولا مثلا في اي مثلا منطقه تانيه؟ فكل سايت او مايكرو كلايمت احنا بنسميه اللي هو المايكرو كلايمت، في كل حي من الاحياء اكيد في اختلافات جوهريه، فبرضه لازم اخد بالي من النقطه دي، ان لازم ادرس كويس البرنامج الوظيفي السايت بتاعي والمناخ بتاع السايت ده. في بقى معلومه بتتحدد على اساس المعلومتين الاولانيين دول، اول حاجه الاير فلو اللي هي سرعة الهواء بره المبنى، اللي هو أنا جمعتها من البيانات المناخية اللي أنا جمعتها من المدينة بتاعتي، سرعة الرياح قد إيه؟ الرياح دي جاية لي من أنهي اتجاه؟ طيب إيه مثلا لو عرفت درجة حرارة الرياح دي يبقى كويس. طيب الرياح بقى اللي أنا محتاجاها جوه المبنى، سرعة الهواء جوه المبنى، سرعة الهواء جوه المبنى دي أنا بتختلف طبعا من مبنى للتاني وجوه المبنى نفسه من فراغ للتاني، بجيبها منين؟ بجيبها من الاكواد. الكود بيقول لي مثلا لو انا بعمل فصل غير لما بعمل غرفه اداريه، سرعه الهواء جوه الفصل غير سرعه الهواء جوه الفراغ الاداري، سرعه الهواء جوه المبنى التعليمي غير سرعه الهواء جوه المبنى اللي هو مثلا مبنى مستشفى، سرعه الهواء جوه غرفه المريض غير سرعه الهواء اللي انا محتاجاها جوه الويتنج اريا او اللي هي غرف بتاعه الاطباء وكده. فانا لازم اكون محدده سرعه الهواء اللي انا محتاجاها جوه كل فراغ من فراغات المبنى ريليتد للكود وريليتد للايه الوظيفه بتاعه المبنى، زائد ان انا التحليلات المناخيه بتقول لي سرعه الهواء بره المبنى قد ايه. طيب انا هنا ممكن اخد قرار تصميمي مهم جدا، لو سرعه الهواء بره المبنى 3 متر على الثانيه وسرعه الهواء اللي انا محتاجاها جوه الفراغ التصميمي بتاعي
نص متر على الثانية، ففي فرق كبير جدا. أنا هحمي نفسي من سرعة الهواء العالية دي بره إزاي؟ طيب هكسر الهواء إزاي بحيث إن أنا أدخله جوه المبنى بالسرعة اللي أنا محتاجاها؟ فدي محتاجة بقى إن أنا أذاكر شوية حركة الهواء والقوانين بتاعة الناتشرال فنتليشن، وإزاي إن أنا أقلل سرعة الهواء اللي جاية لي من بره المبنى لجوه المبنى. فدي ليها قوانين ولازم تتذاكر علشان أقدر إن أنا أطلع بمعالجات أو بمعايير أحققها في التصميم بتاعي ريليتد للنقطة دي. تاني حاجة اللي هي الفيجوال كومفورت، الراحة البصرية. الراحة البصرية معتمدة على حاجتين، أول حاجة اللون، وتاني حاجة الإضاءة. الإضاءة برضو لازم أرجع للأكواد، لازم أعرف من الوظيفة بتاعت المبنى مثلا لو فراغ تعليمي الطالب محتاج كام لوكس على الديسك بتاعه علشان يبقى كده مرتاح بصريا، أو كام لوكس على السبورة عشان يبقى مرتاح وشايف السبورة بشكل كويس، يعني كمية الإضاءة جوه الفراغ شكلها عامل إزاي ومتوزعة إزاي بحيث إن أنا أبقى مرتاح بصريا جوه الفراغ اللي أنا موجود فيه. زائد اللون، ما ينفعش مثلا ان انا استخدم لون مش مريح بصريا او مش مريح نفسيا، فلازم برضو اراعي اللون. كمان اللون مع الاضاءه يعني بيبقوا ايه، في تكامل ما بينهم. ما ينفعش ان يكون جاي لي من بره من الشباك شده اضاءه عاليه جدا وبعدين اقوم عامله له لون ابيض جوه فاعمل ابهار، او ازود من الاحساس بالاضاءه فاعمل ابهار للعين. وما ينفعش برضو ان انا يبقى الاضاءه بره جايه لي الاضاءه الطبيعيه منخفضه وانا اعمل لون قاتم فاقوم مقلله من احساس الاضاءه، لازم اعمل لون فاتح زي اللون الابيض عشان ازود من احساسي بالاضاءه جوه الفراغ في حاله ان كان في ضباب بره او نسبه الاضاءه اللي جايه لي من بره قليله. فانا كده لازم ادرس العلاقه ما بين اللون والاضاءه وكميه الاضاءه اللي انا محتاجاها جوه الفراغ وتوزيع الاضاءه بيتم ازاي بحيث ان انا احقق الراحه البصريه عندي. ثالث حاجه لازم اراعيها الراحه الحراريه. انا محتاجه جوه الفراغ ده درجه حراره كام عشان ابقى مرتاح حراريا. ده بيكون ليه بعض العوامل، العوامل دي ليها علاقه بالمناخ وليها علاقه بالانسان. اذا هي ليها علاقه بالمناخ ان انا درجه الحراره بره قد ايه، وانا محتاجه جوه المبنى قد ايه ريليتد للانسان اللي جوه المبنى ده بيعمل ايه. لو انا دلوقتي في فراغ تعليمي فانا قاعده على الديسك مثلا بكتب او بشوف السبوره او قاعد مستمع، ممكن اكون فراغ تعليمي تاني قاعد بشتغل على الكمبيوتر ففي اجهزه كمبيوتر حواليا، عدد الناس اللي موجوده جوه الفراغ قد ايه، انا لابس ايه، برضو انا عمري قد ايه. الحاجات دي كلها بتاثر على احساسي بالراحه الحراريه. فانا الحاجات دي برضو بتبقى موجوده في الاكواد، انه المفروض حراره درجه حراره الفراغ تبقى من كام لكام في الصيف، من كام لكام في الشتاء، بحيث ان انا ابقى بلعب في الرينج ده، ما تقلش عن كذا وما تزيدش عن كذا. يبقى انا كده وفرت الراحه الحراريه للاشخاص اللي موجودين عندي في الفراغ بتاعي. فدي حاجه مهمه جدا لازم اراعيها في التصميم. الراحه الصوتيه برضو لازم ارجع للاكواد علشان اشوف نسبه الضوضاء قد ايه، ولو انا عندي في السايد بتاعي حاجه بتعمل لي ضوضاء ازاي ابعد عنها، وازاي عن طريق التصميم ان انا اراعي موضوع الصوتيات ده. الماتيريال والسيرفيسز مهم جدا ان انا وانا بعمل الحاجات الستبس اللي فاتت دي كلها وانا بحددها هتديني افكار عن نوع الماتيريال اللي انا هستخدمه، زائد ان انا لازم اراعي ان الماتيريال دي تكون صديقه للبيئه واستخدامي ليها غير مضر للبيئه وتكون سستينبل قد ما اقدر. فانا دلوقتي الماتيريال دي من ناحيه بقى التصميم البيئي مهمتها ايه؟ مهمتها انها تكون مقاومه للحراره، تعمل لي عزل حراري علشان ابقى مرتاح حراريا في الصيف، فتعمل لي تبريد مثلا او تساعدني في ان الحراره ما تتنقلش من بره المبنى لجوه المبنى بشكل سريع، وفي نفس الوقت تساعد على تدفئه الفراغ في الشتاء. يبقى انا كده الماتيريال مهم جدا ان انا اراعي نوع الماتيريال نفسها واشوف المقاومه الحراريه بتاعتها قد ايه، زائد سمك الماتيريال نفسها قد ايه. فدي حاجه اسمها الثيرمال ماس، فبرضو ممكن نذاكر شويه عن الكتله الحراريه وتاثيرها وازاي ان انا استخدمها عندي كمعالجه معماريه في التصميم دي. فبرضو مراعاه الماتيريال مهمه، وهتجيلي ان انا ايه الماتيريال المناسبه للتصميم بتاعي من ان انا راعيت الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي فاتت دي. السيرفس، هل السيرفس ده خشن ولا املس ناعم؟ فهنا برضو الخشونه والنعومه بتاثر لي
على الهدف اللي انا عايزه احققه جوه المبنى بتاعي، لان مثلا لو الملمس المبنى بتاعي من بره خشن فممكن يساعد لي في التظليل الغلاف على نفسه، وبالتالي يقلل من انتقال الحراري جوه المبنى. لو ناعم ممكن يساعد، ولونه مثلا فاتح فممكن ان هو يساعد في عكس الاشعاع الشمسي الساقط على غلاف المبنى من بره. وبالتالي انا عن طريق استخدامي الذكي للماتيريال والسيرفيسز بيكون بيسهل عليا عمليه ايه، ان انا احقق الاهداف بتاعه التصميم البيئي بتاعتي. طيب بعد كده الانرجي سيستم، انا لو حققت يعني لو عرفت المعلومات دي كلها وبدات احققها في التصميم عندي، هقلل استهلاك الطاقه جوه المبنى عن طريق التصميم بتاعي، وبالتالي الجزء المتبقي من الطاقه اللي انا هستهلكها اقدر ان انا اعمله كفر عن طريق الايه الطاقه البديله. وممكن مثلا ان انا استخدم الفوتوفولتيك او ويند تيربنز على حسب المكان اللي انا بصمم فيه، وهل الاشعاع الشمسي يعني شديد فيسمح لي بان انا استخدم فوتوفولتيك، ولا الهواء شديد فينفع ان انا استخدم ويند تيربنز، فعلى حسب ايه بقى الانرجي سيستم المناسب ليا بناء على المعلومات وبناء على الفكره التصميميه اللي انا بدات احطها من خلال الحاجات اللي انا ايه جمعتها في الفتره اللي فاتت. برضو الحاجات دي بتديني فكره عن التشغيل بتاع المبنى. طبعا دلوقتي عن طريق برامج السيميليشن بقدر ان انا يعني اعمل سيميليشن للمبنى على اساس ان هو شغال وجواه ناس، وبدخل له كل المعلومات اللي بيعمل لي السيميليشن على ايه الاساس ده، وبقدر اتست برضو الانرجي عامله ازاي واستهلاك الطاقه عامل ازاي، وهل انا حققت برضو المعيار بتاع تقليل استهلاك الطاقه ولا لا. برضو لو انا حققت الحاجات دي هيبقى عندي فكره عن الكونستراكشن كوست، انا بدات ان انا احط شويه حلول ومعالجات وسيستمز هستخدمها، طيب الكوست بتاعت انشاء المبنى ده ممكن يبقى قد ايه، فبيبقى برضو عندي من اول يعني من الايرلي ستيج او من المرحله الابتدائيه قوي وانا بصمم المبنى بيبقى عندي فكره كده عن الكوست تقريبا ممكن تبقى عامله ازاي، وده طبعا شيء ايجابي جدا في التصميم بتاعي. بنلاقي كل الحاجات اللي احنا قلناها دي جميله جدا، بس بتبتدي تظهر اجزاء منها او بعض المعلومات منها وتختفي في كل مرحله من مراحل المبنى. في الاول انا بيبقى عندي المرحله بتاعت الاناليسيس دي، بيبقى عندي الارض فاضيه، وببتدي ان انا احدد البرنامج بتاع المبنى، ببتدي اشوف المناخ بتاع الموقع بتاعي، ببتدي احدد سرعه الرياح بره المبنى والهواء وسرعه الهواء اللي انا محتاجاها جوه المبنى، ببتدي احدد الفيجوال كومفورت الحدود بتاعه الراحه البصريه وشده الاضاءه اللي انا محتاجاها جوه قد ايه، الثيرمال كومفورت برضو ايه الحدود بتاعه الراحه الحراريه اللي انا محتاجاها، المعلومات بتاعه الضوضاء، ببتدي احط كده فكره مبدئيه عن الماتيريال اللي انا هستخدمها وشكل السيرفيسز بتاعتي. بعدين ببتدي احط بقى كونسبت، فكره كده مبدئيه بسيطه ما فيهاش اي تفاصيل زي ما احنا شايفين على اليمين هنا. وبعدين بيبتدي يظهر لي شويه حاجات، انا بدات احط كتله فورم، في حاجات يعني ليها ارتفاع معين، في حاجات اقل في الارتفاع شويه، شكل الكتله ما اعرفش عامل ازاي، توجيهها عامل ازاي، فببتدي احط كتله حاجه فيزيكال بقت ايه قدامي، فبيبتدي يظهر لي معلومات زي الاوبريشن والانرجي، وبدا يظهر لي معلومه زي الكونستراكشن كوست تقريبا كده الكوست هتبقى عامله ازاي. وبعدين ببتدي احط تفاصيل اكتر او معلومات اكتر على الكونسبت دي، فبيبقى عندي زي بروبوزل في الواجهه بقى بدات تترسم شويه، بدات احط مساحه الشباك قد ايه، بدات احدد بالظبط لو انا مثلا هعمل شيدنج ديفايس، بدات مثلا احط اي معلومات او اي حاجه اضافيه على التصميم، فبيبتدي كل المعلومات اللي انا اتكلمنا عنها في السلايد اللي فات بدات تظهر لي، وكمان الانرجي سيستم بدا يتحدد اكتر. طيب في مرحله البرودكت بقى خلاص انا اخدت موافقه على البروبوزل بتاعي وبدات اشتغل عليه عشان اعمله بقى رسومات تنفيذيه او اقدمه لو انا لسه طالب وكده، فبيبقى عندي في مرحله البرودكت دي كل المعلومات دي شغاله معايا. هو هنا في السلايد دي، السلايد دي من موقع اوتوديسك، شايل السايت والكلايمت، بس انا كمنى شايفه ان السايت والكلايمت لغايه لما بسلم البرودكت النهائي لازم يكون شغال معايا، لان انا لغايه اخر نفس واخر حاجه في التصميم بتاعي ببقى بتست يعني بعمل اختبار للاداء الحراري واداء الطاقه في المبنى،
طول الوقت لغاية لما بسلم الموضوع وأنا محققة الهدف بتاعي. برضو كل مرحلة من دول أو كل معلومة من المعلومات الجميلة دي ليها تول معينة بستخدمها علشان أحصل على المعلومة أو عشان تساعدني إن أنا أديزاين ريليتد للمعلومة دي. وهنلاقي إن في تولز كتيرة جدا، هنلاقي مثلا إن كان في الإيكوتكت، في ديزاين بيلدر، في برنامج الانرجي اسمه ايه ده الكونسلتنت، ثانيه واحده انا نسيت اسمه، في برنامج البزيري، وفي الديسم والريديانس، في الكونسلتنت ده انا مش فاكره اسمه كونسلتنت ايه بالظبط. فالمهم يعني انه في كذا برنامج ممكن استخدمهم. في الريفت دلوقتي برضو بيعمل انفايرمنتال اناليسيس او بيساعدني شويه في موضوع التصميم البيئي، في برامج كتير جدا. طيب انا لما اجي احدد التول اللي انا هستخدمها، هو انا لازم استخدم كل التولز دي؟ يعني عندي مثلا الديسم وريديانس بيعملوا تيست للاضاءه الداخليه والخارجيه او بيساعدوني ان انا اصمم الاضاءه، الايكوتكت كان بيساعدني في مثلا الانرجي وفي درجات الحراره، في مثلا الديزاين بيلدر جميل جدا للمباني الاستاتكس، في الديفا كان حلو جدا في الاضاءه وبيعمل برضو انرجي سيميليشن. طيب انا كمصمم لازم ابقى بتشقلب؟ يعني هو لازم ان انا ابقى معايا عصايه سحريه كده وبشتغل بكل البرامج وعماله اتنطط من برنامج لبرنامج عشان احقق الهدف بتاعي ان انا اعمل مبنى مصمم بيئيا ويحقق لي التارجت بتاع الراحه الحراريه وتقليل استهلاك الطاقه؟ لا طبعا، انا في قدامي شويه معايير بحدد على اساسها ايه التول المناسبه بالنسبه لي انا كشخص وكمصمم وكمعماري وككل حاجه، يعني بحدد على اساسها ايه التول المناسبه بالنسبه لي. طبعا راحتنا النفسيه مهمه جدا في الموضوع ده. قبل ما نتكلم عن ايه مميزات التول، لازم نفتكر مع بعض ان التول دي كلها او معظمها يعني بتشترك في بعض الايه الحاجات، ان بيكون في مجموعه من الانبوتس. الانبوتس دي ممكن تكون مثلا البيانات المناخيه، ممكن تكون الماسنج بتاعتي، الفورم بتاع الكتله بتاعتي، ممكن تكون السيستم بتاع المبنى عامل ازاي، المعالجات اللي انا استخدمتها وهكذا، ممكن تكون الجداول، الجدول المبنى ده بيشتغل من الساعه كام للساعه كام. ففي انبوتس معينه بدخلها للسيستم بتاعي او للبرنامج بتاعي، وبعدين في كالكوليشنز بتحصل في النص عن طريق انجنز معينه، ممكن تكون بعض البرامج زي انرجي بلس مثلا اكيد كلنا عارفينه، وبعدين في اوتبوت انا بحصل عليها عن طريق التول اللي انا بستخدمها دي. الاوتبوت دي ممكن تكون بعض المعلومات اللي بتحدد لي الاداء الحراري للمبنى واداء الطاقه للمبنى، او ممكن اداء الاضاءه كمان. فدي الموضوع ده مشترك في معظم البرامج اللي احنا بنستخدمها ان ما كانش كلها يعني. طيب نرجع بقى تاني، على اي اساس انا هحدد التول المناسبه بالنسبه لي اللي انا استخدمها في التصميم البيئي؟ اول حاجه سهوله الاستخدام. يعني لازم يعني انا مش لازم اعذب نفسي، وده دايما النصيحه اللي انا بنصحها للناس اللي انا بتعامل معاهم، زمايلي او الطلاب اللي بيبقوا معانا في اي سيشن او اي ورك شوب، ان ما تصعبش الدنيا على نفسك. شوف التول المريحه ليك واللي انت بتعرف تستخدمها واستخدمها. يعني انا برضو السيشن اللي فاتت كان باشمهندس عمر قال ان احنا عملنا سيشن قبل كده، كان في حد سالني انا في الاضاءه الاحسن ان استخدم برنامج زي الهوني بي ولا الاحسن ان انا استخدم الديفا؟ فانا بدون تردد قلت له الديفا احسن لانه منتشر اكتر وناس كتير بيستخدموه، فايه فانا برشح لك الديفا. بس انا كمونة بستخدم الهوني بي وبحب الهوني بي جدا، فهي انا بس برجع للشخص ده عايزه اقول له يعني ان انا بعتذر عن اللي انا قلته ساعتها، لان كان المفروض اقول له الاسهل ليك والحاجه اللي هتطلع لك المعلومه اللي انت عايزها روح لها فورا، سواء كان ديفا او هاني بي او ايا كان البرنامج. فلازم يكون بالنسبه لي سهل الاستخدام وانا بعرف اتعامل معاه ومرتاح له نفسيا، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان يكون بيوفر لي وقتي، عشان وقتي ده مش ببلاش، ووقتي ده وصحتي مهمين جدا في الموضوع ده بالذات. يعني ان انا لازم يكون موفر الوقت، مش لازم اقعد طول النهار عشان اطلع نتيجه او اوتبوت معينه انا عايزه اطلعها من برنامج، مش لازم اقعد بالايام اطلع نتيجه سيميليشن. ف يعني نص ساعه كده، ساعه ساعتين في اللذيذ كده لو هنج معايا مش هبقى متضايقه، انما لو اقعد بالايام عشان احصل على نتيجه معينه
فده طبعا الوقت ما بقاش ببلاش زي الاول، او هو عمره ما كانش ببلاش يعني، بس يعني وقتنا مهم جدا ان احنا نستخدم التول اللي بتوفر علينا وقت ومجهود. تاني حاجه الكوست اللي هو الفلوس، التول كل ما كانت ارخص كل ما كانت احسن، يا ريت بقى لو تبقى ببلاش، اللي هو يعني ايه، انا كطالب او كباحث يهمني ان انا استخدم حاجه اوبن سورس، يعني حاجه تكون مش بفلوس او بفلوس قليله، اقدر ان انا امانج الموضوع بحيث ان انا برضو لو انا طالب والبرنامج ده مش متاح مجانا للطلاب هعمل ايه؟ فانما لو انا بشتغل ممكن يكون عندي دخل شويه اكفر بيه الايه الثمن بتاع البرنامج اللي انا بشتغل عليه. فبرضو مهم موضوع الكوست ده، وحتى لو انا بشتغل والكوست بتاع البرنامج ده عالي جدا وبرضو دي مش حاجه كويسه، فانا لازم اشوف حاجه تكون موفره اقتصاديا، عشان ايه الظروف اليومين دول ما بقتش ايه مستاهله ان انا ادفع فلوس كتير في حاجه هتاخد برضو، يعني الفلوس اللي انا بدفعها دي هتاخد من الفلوس اللي جايه لي من الـ الشغل اللي انا بشتغله. يعني مثلا لو انا بشتغل وباخد اكس من الفلوس، فالفلوس بتاعت البرنامج دي هتاخد برضو من الاكس ده، فلازم الاكس اللي طالع ده يكون متناسب مع الاكس اللي داخل، ده اللي انا اقصده. يعني ثالث حاجه ان البرنامج ده بيعرف ياخد ويدي للبرامج الثانيه، يعني سهل ان انا اعمل امبورت من اي برنامج تاني، وسهل ان انا اعمل اكسبورت لاي معلومه من البرنامج ده لاي برامج تاني. فبرضه دي حاجه مهمه جدا. الحاجه بقى الرابعه ان الانبوتس بتاعتي تكون متوفره. معظم البرامج هتلاقيها نفس الانبوتس اللي احنا بنستخدمها واحده تقريبا، فلازم الانبوتس دي تكون متوفره، وتكون لو هي بفلوس تكون فلوسها قليله، وفي نفس الوقت لو ببلاش يا ريت برضه. الاوتبوت بتاعتي، الاوتبوتس لازم تكون مقروءه ولازم تكون سهله شكلها حلو، لان احنا كمصممين بنحب الحاجات اللي شكلها جميل، فلازم تكون كمان اعرف اقراها. يعني مش يا فرحتي ان الحاجه دي شكلها حلو وانا مش عارفه اقراها وبحطها كده بس تحسين حاصل، لان معظم الطلبه بيجيبوا بقى البيانات المناخيه دي هاتت شورتس مش عارف ايه ونحطها يلا في المشروع عشان يتقال ان انا عملت تصميم بيئي، او ان انا راعيت البيئه في التصميم، او راعيت المناخ في التصميم. لا، هو الموضوع مش موضوع صور وخلاص، لازم يكون الحاجه دي مقروءه وانا عارف اعمل لها اناليسز، وفي نفس الوقت يكون فيجواليزيشن بتاعها شكله جميل. اخر حاجه ان يكون الدقه بتاعه المخرجات بتاعه البرنامج دي تكون دقيقه، ودي بقى هعرفها منين؟ هعرفها من هل البرنامج ده ماخوذ بيه في البحث العلمي، يعني الناس اشتغلوا بيه في البحث العلمي، حد عمل له فاليديشن قبل كده ولا لا؟ الفاليديشن ده يعني جاب نتائج من البرنامج وقاس نتائج على الطبيعه وقارنهم ببعض وجاب نسبه الخطا بتاع البرنامج ده. لو نفتكر الايكوتكت اخر اصدار ليه كان 2011، يقال ان هم وقفوا اصدار البرنامج لانه لما جم عملوا فاليديشن لقوا بعض الاخطاء في دقه المعلومات اللي طالعه من البرنامج، وعليه وقفوا اصدار البرنامج. ومهم جدا ان انا اعرف مدى دقه البرنامج اللي احنا بنستخدمه عن طريق الابحاث اللي اتعملت على البرنامج ده، برجع للناس اللي عملوا فاليديشن وبرجع هل هو ماخوذ بيه في البحث العلمي ولا لا. طيب زي ما قلنا ان الانبوت واحده في معظم البرامج اللي احنا بنستخدمها، ان الانبوت المهم جدا اللي هو الويذر فايل. الويذر فايل ده اللي هو عباره عن ملف بفتحه عن طريق برامج السيميليشن، الملف ده فيه كل البيانات المناخيه اللي بتمثل لي الايه الموقع بتاعي او السايت بتاعي. فالويذر فايل ده هلاقيه فين؟ هلاقيه على موقع انرجي بلس، بس للاسف موقع انرجي بلس مش بيوفر كل الويذر فايلز اللي موجوده، فممكن الاقيها على مواقع ثانيه بس بفلوس للاسف، فبضطر ان انا اشتري الويذر فايل لو ما لقيتوش على موقع انرجي بلس. ولما نيجي نتكلم شويه عن الليدي باج هنلاقي ان الليدي باج تولز بدات توفر لي ويذر فايلز مش موجوده حتى على موقع الانرجي بلس، ودي من ضمن مميزات البرنامج زي ما هنشوف بعد كده. طيب هنخش بقى على الليدي باج تولز، وده يعني كانت مقدمه بسيطه لموضوع التصميم البيئي عموما والتصميم البيئي الحاسوبي خاصه. طيب انا دلوقتي لما هيجي استخدم سوفت وير او برنامج زي برنامج الراينو والجراس هوبر مع الاد اون اللي اسمه ليدي باج، المفروض ان انا هبقى بشتغل ازاي؟ ايه المعلومات اللي انا المفروض اعرفها
وايه الدنيا هتبقى ماشيه معايا ازاي، ايه المميزات ايه العيوب وهكذا. هنتكلم في النقطه دي دلوقتي. فما لخبطكوش، هي ليدي باك تول كذا تول، تمام؟ فهنتكلم عن جزئين منهم بس او عن اثنين تولز منهم بس، اللي هو ليدي باج والهاني بي. الليدي باج بيعمل اكتر سايت اناليسز وبعض الحاجات اللي هنشوفها دلوقتي. فهنتكلم عن السايت اناليسز الاول، ايه الحاجات اللي احنا لازم نعرفها واحنا بنعمل سايت اناليسز باستخدام البرامج وخاصه الليدي باج تول او الليدي باج. اول حاجه الكلايمت داتا، درجه الحراره عامله ازاي، الرطوبه عامله ازاي، حركه الهواء بره اللي هو الرياح سرعتها واتجاهها، كميه الامطار، كميه الامطار بتاعتي قد ايه، كميه الامطار في الليدي باج. مفيش حاجه في برنامج في الليدي باج يعني بتقيس لي كميه المطر او بتديني معلومه بتاعت كميه المطر، بس انا كمصمم لازم اراعيها وتبقى يعني معلومه موجوده عندي على جنب، بحيث ان انا هراعيها في التصميم برضو. لو انا عندي المطر بيبقى غزير في المنطقه اللي انا بصمم فيها، فلازم اعمل سيستم عشان اكولكت، اعمل بيه كولكشن لميه المطر دي، وبالتالي استفيد بيها في وقت ما يكون فيه جفاف، او اعمل لها اعاده تنقيه يعني واعاده تدوير علشان استخدمها في المبنى بعد كده. يعني مهم جدا ان انا استفيد بميه المطر دي وقت حدوثها، حتى لو كانت بتنزل لي في اوقات معينه بس من السنه. بس ما فيش برنامج بيعمل لي قياسات لميه المطر دي، او حتى لو في انا مش عارفه برنامج ايه بالظبط، بس هو كان الايكوتكت زمان يعني كانت المعلومه دي مش دقيقه فيه، والليدي باك تولز ما فيهوش اي حاجه ليها علاقه بكميه الامطار. الكلاود كفر اللي هي الغطاء بتاع السحب، كميه السحب قد ايه، لان كميه السحب في السماء بتاثر لي على شده الاضاءه وعلى شده الاشعاع الشمسي اللي جايه لي في الايه التوقيتات اللي بيبقى فيه سحب كتيره، او بيبقى مثلا ما فيش سحب كتيره فالاضاءه جايه لي كويس وفي شده اضاءه مختلفه عن لما يكون في الكلاود كفر عليه. السولار راديشن اللي هي الاشعاع الشمسي، كميه الاشعاع الشمسي اللي جايه لي قد ايه وامتى، شديده مثلا في اوقات ايه وقليله في اوقات ايه. السانشاين ديوريشن او عدد ساعات سطوع الشمس، المده اللي الشمس بتبقى موجوده فيها، لان ده كله بيأثر لي على قرارات تصميميه هاخدها بعد كده. من كل معلومه من دول بدخلها عندي، بعمل لها اناليسيس، بشوف ايه ايجابياتها ايه سلبياتها، وبعد كده بتصب عندي في المعالجات المعماريه اللي انا هعملها عندي في المبنى بتاعي. ده اول حاجه اللي هي المعلومات المناخيه او المعلومات الخاصه بالمناخ. تاني حاجة لازم أراعيها أو لازم أكون عارفها المواصفات بتاعة السايت نفسه، التوبوغرافيا. هل أنا بصمم مبنى على منحدر ولا أسفل تلة ولا على قمة جبل ولا إيه بالظبط؟ لأن ده هيأثر لي على وصول الرياح للمبنى بتاعي وعلى الإشعاع الشمسي الساقط على المبنى بتاعي. تاني حاجة البيئة العمرانية اللي أنا بصمم فيها، هل أنا بصمم جوه المدينة ولا سوري جوه المدينه ولا على اطراف المدينه ولا في منطقه ريفيه ولا في منطقه صحراويه، ولا انا بصمم فين بالظبط، يعني انا فين من الاربن سكيل بتاعي. البيئه العمرانيه بتاعتي ايه، المسافات البينيه ما بين المباني وبعضها، يعني المبنى قدامي على بعد 3 متر ولا المبنى اللي قدامي على بعد 5 متر ولا على بعد 10 متر، المسافات البينيه قد ايه. زائد الغطاء النباتي، الغطاء النباتي انا عندي تشجير في المنطقه اللي انا بصمم فيها ولا لا؟ طب الاشجار دي عامله ازاي؟ هل هي اشجار كثيفه ولا كل مثلا كام متر بلاقي شجره مثلا او بالصدفه بلاقي شجر؟ فانا برضو لازم اعرف المعلومات دي كلها لانها هتاثر لي على التصميم بعد كده، او لازم اراعيها في الموديل اللي انا بصمم عليه بعد كده باستخدام البرامج. طيب نخش بقى نتعرف على الليدي باج. ايه هو الليدي باج؟ الليدي باج هو عباره عن بلجن بيشتغل مع الجراس هوبر، والجراس هوبر ده اصلا عباره عن بلجن بيشتغل مع الراينو. فانا لازم اسطب الراينو الاول لان هو ده الهوست بتاع الجراس هوبر، والجراس هوبر ده الهوست بتاع الليدي باج. للاسف احنا قلنا انه كل ما كان الفلوس بتاعه البرنامج قليله او تكاد تكون منعدمه كل ما كان احسن، بس الراينو ده برنامج انا بدفع فلوس عشان استخدمه. فانا لازم اشتري الراينو الاول وبعدين او بنزله مثلا لو انا طالب او كده، اكيد في طريقه ان انا انزله كطالب او كباحث، وبعد كده بسطب الجراس هوبر وده اوبن سورس مجانا، والليدي باج اوبن سورس ومجانا برضه. ف
فانا كل مشكلتي ان انا هدفع بس شويه في الرينو لو انا مش طالب او مش باحث. فدلوقتي عرفنا ان الليدي باج ده عباره عن ادون بيشتغل مع الجراس هوبر. طب بيعمل لي ايه؟ هو بيعمل لي مباني واعيه بيئيا، او بيساعدني ان انا اعمل السايت اناليسز الاولانيه، بدخل عليه الويذر فايل، وبعدين دي الانترفيس بتاعته. بدخل عليه الويذر فايل، فبيبتدي يطلع لي درجات الحراره بتاعه السايت بتاعي، بتاع المدينه بتاعتي، الويندوز بتاعتها عامله ازاي، سرعه الهواء واتجاهاتها، شده الاشعه الشمسي اللي جاي لي في المدينه دي قد ايه، مثلا بيجيب لي كميه الرطوبه، نسبه الرطوبه قد ايه، وبعض المعلومات او كل المعلومات اللي انا محتاجه اعرفها عن المناخ بتاع المدينه. بدخل الويذر فايل، وبعدين عن طريق بعض البروسيس اللي موجوده جوه البلجن ده ببتدي ان انا احصل على الايه المعلومات المناخيه بتاعتي. دي اول حاجه. ثاني حاجه، ممكن يبقى عندي كونسبت بسيطه زي الجزء اللي في النص ده، بدا احدد شكل الكتله بتاعتي هيبقى عامل ازاي. ده انا هعمل السقف بميول معين، وعايزه اشوف مثلا التوجيه بقى، يعني هوجه المبنى ده ازاي عشان اعمل اقلل الاشعاع الشمسي الساقط على المبنى بتاعي في الصيف وازود منه في الشتاء، يعني استفيد من الشمس مثلا ايه في الشتاء واحمي نفسي منها في الصيف. فابتدي احط الكتله، وابتدي اغير في الزاويه بتاعه الكتله دي، يعني في زاويه الميول بتاعتها، او اعمل لها روتيت بمعنى اصح كل شويه. ممكن اعمل الموضوع ده مانيوال، ممكن اعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن عن طريق الراينو والجراس هوبر. فعن طريق ان انا بقعد الف المبنى، ببتدي اشوف مع كل مره بلف فيها المبنى بشوف الاشعاع الشمسي الساقط على المبنى، والاشعاع الشمسي الساقط على المبنى ده من ضمن الاوتبوتس اللي انا ممكن احصل عليها عن طريق الليدي باج. فبكده وانا بلف المبنى ببتدي اخد قرار ان انا المبنى ده هيبقى موجود في السايت بتاعي على زاويه قد ايه علشان استفيد من الاشعاع الشمسي اللي موجود. ممكن اكون بلف المبنى عشان احمي نفسي مثلا من شده رياح، من رياح شديده او حاجه زي كده، ان انا عايزه مثلا احمي الواجهات بتاعه المبنى بتاعي منها، او ان انا مثلا عايزه اشوف التظليل في دراسه مثلا بتاعه التظليل اللي هي السان لايت اورز، ممكن اعملها عشان اشوف التظليل بتاع الوجه بتاع واجهات المبنى على نفسها، او تظليل المباني اللي حواليا على المبنى بتاعي. ممكن اشوف برضو اللي هي السان باث دايجرام، حركه الشمس مع الاربن سكيل عندي. يعني انا مش بس بعمل ده على سكيل المباني، لا انا بعمله بيبقى في عندي اربن سكيل، وفي بعض الدراسات المتاحه على الاربن سكيل كمان. ليدي باج في انتجريشن بين الام دي مات، فممكن وانا بشتغل حاجه على الاربن سكيل ممكن اعمل انتجريشن ما بين الليدي باج والام دي مات بحيث ان انا احصل على النتائج اللي انا محتاجها. يبقى انا هنا استخدمت الليدي باج علشان اطلع الويذر داتا بتاعه السايت، وفي نفس الوقت بدرس حاجه اسمها المايكرو كلايمت ستادي اللي بيبقى عندي كتله، وببتدي اشوف الكتله دي ايه الحاجات اللي ممكن اعملها بحيث ان انا احمي من شده اشعاع شمسي، او احمي من شده رياح، او ان انا اجتذب الرياح الكويسه، او اجتذب الاشعاع الشمسي الكويس في اوقات معينه. وطبعا متاح ان انا اعمل الدراسه بتاعتي على صيف او ربيع او خريف او شتاء، يعني المده الزمنيه بتاعتي. ممكن كمان اعمل حاجه اسمها الفيو اناليسز، لو انا عندي مبنى مهم مثلا او حديقه او البحر عايزه اشوفه لو انا في منطقه ساحليه وفي عندي بعض المعوقات البصريه. طيب انا عايزه اشوف البحر مثلا، او عايزه اشوف الحديقه او المبنى المهم اللي على بعد معين، في حاجه اسمها الفيو ستادي ممكن ان انا استخدمها، بحيث ان انا اشوف انا هشوف البحر من انهي زاويه من زوايا السايت بتاعي او الارض اللي انا ببني عليها المبنى بتاعي. ففي بعض طبعا يعني في طبعا حاجات كتير ممكن ادرس الاوت دور كومفورت، ممكن ادرس الكومفورت بكذا طريقه، البي ام بي، ممكن ادرس اللي هي اسمها الادابتيف كومفورت. فممكن اعرف معلومات كتير جدا من قبل حتى ما ابتدي في التصميم بتاعي، او من قبل حتى ما يبقى عندي فكره واضحه المعاني. طيب انا كمونة عملت ايه بالبرنامج ده؟ انا الحمد لله كان ليا حظ كبير ان انا شاركت كتيتشنج اسيستنت في انترناشونال سمر سكول اللي هي اسمها الجوريتم. السمر سكول دي بتتعمل كل سنه في ايطاليا، وهي بالمناسبه يعني فاتحين دلوقتي التقديم لو حابين تاخدوا نفس التجربه. السمر سكول دي كان هدفها ان هي
تعلمنا موديلنج وتعلمنا انفايرمنتال اناليسز، وبعد كده بنخش في مرحله الفابريكيشن. فانا شاركت في سنه من السنين ان انا عملت انفايرمنتال اناليسز لسايت. السايت ده كان على ارتفاع 30 متر، وكان المفروض ان هو شايف روما وكل المعالم السياحيه بتاعتها او المعالم التاريخيه بتاعتها. فكان في كذا تحدي، تحدي ان المناخ عندهم الدنيا حر، في رطوبه عاليه، في رياح جايه من كل اتجاهات، في شده اشعاع شمسي، واحنا كان مطلوب مننا ان احنا نعمل شيرنج ديفايس في مكان معين تراثي او يعني اثري، مش عايزين ان احنا نضر المبنى ده او يعني نعمل حاجه بصريه تحجب رؤيه المباني العظيمه اللي موجوده دي. فكان في تيم، التيم ده كان فيه ديزاينرز جمال جدا، وكان فيه حد بيشتغل في الاناليسز، كنت انا من التيم بتاع الاناليسز، وفي ناس تانية كانت واخدة مثلا مسؤولية الفابريكيشن. فعايزة اقول لك كمان انه مش لازم تكون انت المين ديزاينر في الموضوع، لا انت ممكن تخش بس عشان تعمل الاناليسز، زي ما حصل معايا في السنة دي، ان انا كنت بس داخلة ان انا بشارك مثلا اسمي كو ديزاينر او انفايرمنتال اناليست، فكنت ببقى بديزاين معاهم، بس في حد تاني مسؤول عن الديزاين بيحط الافكار، وانا بقول له خد بالك انت محتاج تعمل هنا كذا، خد بالك عندنا مشكله كذا في المناخ، عندنا حراره مرتفعه، عندنا رطوبه مرتفعه، في هواء جاي لي من الاتجاه الفلاني، محتاجين نعمل له معالجه معينه عشان تراعيها في التصميم بتاعك. فهو ياخد مني المعلومات دي ويبتدي يحط التصميم بالفكر بتاعه، بس بياخد في الاعتبار المحاذير اللي انا قلتها له او الحاجات الكويسه اللي انا نصحته يستفيد منها. هنا بدانا نعمل السايت اناليسز وكل حاجه، وبدا التيم بتاع التصميم يحط الفكره التصميميه ان احنا نعمل شيدنج ديفايس دي كيرفد عشان نحمي المكان اللي تحت الشيدنج ديفايس من الاشعاع الشمسي المباشر ويعمل تشتيت للاشعاع الشمسي. وبدانا ندرس علاقه الشيدنج ديفايس دي بحركه الشمس، ونشوف التظليل بتاعها على الاماكن المحيطه وتظليلها على نفسها يبقى عامل ازاي. وعليه بدانا ناخد قرار تصميمي تاني، انه خلاص اعتمدنا الشكل ده، والشكل ده كان كويس عشان ما بيحجبش الرؤيه، وكان ممكن من اي جزء من دول تشوف المعالم السياحيه اللي موجوده، وفي نفس الوقت كان المبنى نفسه السكين بتاعه بيفتح ويقفل على حسب حركه الشمس. يعني لو اخذنا بالنا هنا انه في جزء كان لونه احمر ده عليه اشعاع شمسي جديد، وفي جزء لونه ازرق عليه اشعاع شمسي قليل. طب انا عايزه كمان الناس اللي جوه دول يستفيدوا بالاضاءه الطبيعيه، طيب والشمس بتتحرك، انا هخلي الاشعاع الشمسي المكان اللي فيه اشعاع شمسي شديد يبقى مقفول، والمكان اللي عليه اشعاع شمسي قليل يتفتح. فانا كده دخلت اضاءه طبيعيه بس حميت من الاشعاع الشمسي المباشر اللي هو بيعلي لي درجه الحراره، وفي نفس الوقت ايه ما منعتش الاضاءه. يبقى انا كده عملت انتجريشن ما بين كذا معيار من معايير التصميم البيئي، الاضاءه والحراره، وكمان معايير التصميم بقى اللي هي الرؤيه البصريه وهكذا. فبقى يعني ده المنتج النهائي اللي بعد كده اتعمل له فابريكيشن من خلال الورك شوب دي. طيب نخش بقى على الهاني بي. ايه هو الهاني بي؟ الهاني بي ده عبارة عن هو نفس البلوجين بتاع الليدي باك، بس يعني يمكن بنعوز بعض البرامج اللي انا لازم اسطبها وانا بشتغل بالهاني بي علشان يقرا لي يطلع لي يعني الاوتبوتس اللي انا محتاجاها. هو عبارة عن انترفيس عشان بس الناس تبقى الموضوع واضح بالنسبة لها. هو عبارة عن بلوجين بيشتغل مع الجراس هوبر والراينو زي ما احنا قلنا في الليدي باك، وهو اصلا والليدي باك عبارة عن بلوجن واحد، بس لما بينزلوا على على الكمبيوتر بيبقوا منفصلين، بيبقى الليدي باج لوحده والهاني بي لوحده. الهاني بي بقى عباره عن انترفيس لمجموعه من البرامج اللي هو الانرجي بلس والديسم والريديانس اللي بيشتغلوا لي للاضاءه، وحاجه اسمها الثرم. الثرم ده بيشتغل لي على سكيل الشباك واللي هي الحراره اللي جايه لي عن طريق الشباك وهكذا، والاوبن ستوديو والانرجي بلس. الاوبن ستوديو والانرجي بلس بيدرسوا لي اللي هو اداء الطاقه والاداء الحراري جوه المبنى، وكمان لو انا عندي اتش بريك سيستم، عندي نوع تكييف معين او كده، فبدرس بدخله برضو بشوف السيستم ده هل متوافق، او يعني اعمل انتجريشن ما بينه وما بين المبنى بتاعي.
فهنا الهاني بي ده عباره عن انترفيس لكل البرامج دي، عشان في ناس تيجي تقول لك الهاني بي مش فاليديت، والهاني بي مش يعني بتنصح انه لا هو مش حاجه كويسه نشتغل بيها. الهاني بي بيشتغل بنفس البرامج اللي كل الناس بتشتغل بيها او كل البرامج التانيه بتشتغل بيها، الانرجي بلس فاليديت، الاوبن ستوديو فاليديت، الديتا موريجنز فاليديت، وبيستخدموا منذ قديم الازل في الـ الابحاث العلميه. بس هو الراجل بيجمع لنا، الديفلوبر الجميل ده بيجمع لنا، بدل ما انا اروح اشتغل على الديسم لوحده وعلى الريديانس لوحده واشتغل انرجي بلس لوحده واشتغل على الاوبن ستوديو لوحده، هو جمع لي كل البرامج دي في انترفيس واحده. فانا بتعامل يعني انا عشان اطلع الحاجات المعلومه بتاعت الطاقه لازم اكون مسطبه الانرجي بلس، فانا بشتغل انرجي بلس بس بطريقه غير مباشره. فهو بس دي الفكره بتاعت الهوني بي، لازم نكون حاطينها في اعتبارنا. ايه اللي انا بطلعه بقى عن طريق الهوني بي؟ بدرس الاضاءه، يعني ممكن اضاءه طبيعيه او صناعيه. فممكن مثلا يكون عندي زي الدراسه اللي على جنبي دي، ده عباره عن كورس فناء داخلي، وبدا يشوف انا لو فتحت فتحات على الفناء الداخلي ده هتدخل لي كميه اضاءه قد ايه، وتوزيعها جوه الفراغات هيبقى عامل ازاي. فبدا ان هو يجرب بعدد فتحات قليل، او المسافات ما بين الفتحه والفتحه يعني قليله او كبيره، بدا ان هو يغير في المتغيرات الخاصه بالفتحه والمسافات البينيه بتاعتها لغايه لما طلع له الحل الامثل. ممكن ده يعمله مانيوال، وممكن يعمله عن طريق الاوبتمايزيشن بتاعت الجراس هوبر. في هنا برضو دي دراسه للاضاءه الصناعيه وهكذا. ممكن كمان ان انا يبقى عندي كتله عباره عن بوكس عادي جدا، وانا لسه ما حطيتش اي فكره تصميميه ولا اي كونسبت ولا اي حاجه في الدنيا. انا عندي تاور بس عايزه اعمل مثلا تاور ارتفاعه 30 متر مثلا، وما فيش اي فكره في دماغي انا عايزه اعمل ايه جوه التاور ده. تعالى بقى نخش نشتغل على الهوني بي. بس انا بدات عن طريق الليدي بج، عرفت شويه معلومات حطيتها في الاعتبار، وبدات اوجه مثلا المبنى بشكل كويس يعني يفيدني بعد كده في التصميم. بدات افكر ايه الماتيريال اللي انا هستخدمها، ده كله من وانا شغاله في الاول زي ما قلنا الخطوات اللي فاتت. وبدات احدد شويه محددات، بس لسه انا مش عارف هعمل ايه في الواجهات بتاعتي، ايه التفاصيل بتاعت الواجهات يعني، او ايه السيستمز اللي انا هعملها في الواجهه، نسبه الفتحات قد ايه. لسه ما اخدتش قرارات في الموضوع ده، بس اخدت قرار في الماتيريال، اخدت قرار في ارتفاع المبنى، اخدت قرار في الشيب الخارجي بتاع المبنى، اخدت قرار في التوجيه. ببتدي ادخل ده على الهوني بي. ممكن اقسمه ادوار، يعني مش مضطر ان انا ارسم كل دور لوحده، لا انا ممكن اقسمه في ادوار. ممكن احط نسبه معينه للفتحات، فاقول له مثلا انا هعمل فتحات نسبتها 50% من المساحه بتاعت الواجهه. ال 50% انا حددتها على اي اساس؟ ممكن ارجع للكود، فالكود يقول لي ان انت في المدينه الفلانيه، زي الكود المصري لاداء الطاقه في المباني، في الموضوع ده ان هو بيقول لك لو انت في مدينه اسكندريه فالواجهه الشماليه المفروض تعملها كذا في الميه من مساحه الشبابيك، يعني كذا في الميه من مساحه الواجهه. لو انت في اسوان والواجهه الجنوبيه المفروض تعمل الشبابيك كذا في الميه من مساحه الواجهه، وهكذا. فانا برجع للكود بحدد كذا في الميه دي، ولو راعيته من الاول هيريحني جدا في الاوتبوتس اللي انا هحصل عليها. ببتدي ادخل بقى المدخلات، بدخل الماتيريال وبدخل نسب الفتحات، وطبعا انا مدخله الكتله بتاعتي ومعرفاها على هوني بي. فببتدي اعمل ران للسيميليشن، وبعد كده السيميليشن ده بيطلع لي بعض الاوتبوتس اللي انا بعد كده باخد على اساسها قرارات. يا اما خلاص كده انا حققت الراحه الحراريه وقللت استهلاك الطاقه، ولا لا؟ وبعدين لو تمام فهخش في الخطوه اللي بعد كده، لو لا فهبتدي ان انا ارجع تاني بالراجع اعدل في المدخلات بتاعتي علشان اعد يعني المخرجات بتاعتي تبقى في الاتجاه اللي انا عايزاه، او تطلع لي بالمعايير اللي انا عايزه احققها. وبالتالي بفضل كده راحه جايه ما بين الانبوتس والاوتبوتس لغايه لما احقق الاهداف بتاعتي في التصميم. ده برضو مثال، بس هو للاسف مثال على الاضاءه مع الشيدنج ديفايس. يعني انا دلوقتي لو انا عايزه اعمل شيدنج ديفايس عشان احمي المبنى من الاشعاع الشمسي المباشر، وفي نفس الوقت عايزه احقق كميه اضاءه معينه جوه المبنى، فهعمل ايه؟ المهم ان انا دلوقتي الاكزامبل ده بدا ان هو يشوف انا عندي مثلا ثلاث
وحدات تظليل والمسافات البينية بينهم معينة، لا أنا هكترهم شوية وأقلل المسافات البينية. وفي كل مرة بدأ ياخد القراءة بتاعة التوزيع بتاع الإضاءة، وفي نفس الوقت إيه يعني المفروض إن هو لو عايز يعرف كمان درجة الحرارة جوه المبنى قد إيه، المفروض إن هو بيبقى متاح يعرف له يعرف المعلومة دي. أنا بس عايزة أقول نقطة، إنه الدراسة بتاعة الإضاءة مختلفة شوية عن الدراسة بتاعة الانرجي سيميليشن. يعني لو أنا هدفي إن أنا أدرس الإضاءة دي بتبقى سكة على الهاني بي، ولو أنا هدفي إن أنا أشوف الانرجي والأداء الحراري دي بتبقى سكة تانية. فلو أنا عايزة أعمل انتجريشن ما بينهم دي سكة تالتة، فهي بتيجي مع الممارسة بس. فهنا في الاكزامبل ده فضل ان هو يحط عدد من وحدات التظليل ويتست نسبة الإضاءة وتوزيعها جوه الفراغ لغاية لما حقق البرفورمانس بتاع الإضاءة بتاعه 86.1% من الفراغ وصل له إضاءة طبيعية، لما استخدم 8 وحدات تظليل كل واحدة منهم عمقها 99 سنتي أو 0.9 متر. المهم فايه، فالموضوع ده ممكن يعني يفيدنا قد ايه في التصميم بعد كده. يعني انا لما اعمل تنبؤ لما المبنى ده يتحط فيه عدد الشيدنج ديفايس ده يخش لي كميه اضاءه قد ايه وتوزيعها جوه الفراغ قد ايه، ده كويس جدا. ولما يكون كمان نفس المبنى ده قادر في نفس الفايل اعمل له تيست او اختبار للاداء الحراري واداء الطاقه جوه الفراغات بتاعتي، فده برضو حاجة كويسة جدا. فالاتنين مع بعض يعني في فايل واحد دي حاجة يعني ايه ممكن تكون مش صعبة بس مش موجودة في تولز كتير، ان انا وانا جوه نفس الفايل بشتغل كذا حاجة. طيب برضو نرجع تاني عشان ما نبقاش بنتكلم عن اكزامبلز متشيعة وخلاص، انا كمان عملت ايه بالهوني بي؟ أنا معايا ماجستير في التصميم والتخطيط البيئي من جامعة القاهرة، وكانت البوينت بتاع الرسالة عن إزاي أصمم مباني تتكيف مع التغيرات المناخية. فكان المبنى عندي في واجهة متحركة بتتحرك بطريقة معينة علشان تدخلي كمية هواء معينة وتحميلي من الإشعاع الشمسي المباشر، وفي نفس الوقت حركة الهواء دي كانت المفروض إن هي تغير لي من درجات الحرارة جوه المبنى. فانا كان هدفي اشوف معدل التهويه جوه المبنى قد ايه، درجه الحراره بتاعت الفراغات الداخليه جوه المبنى، وفي نفس الوقت اشوف الحركه بتاعت الواجهه دي تبقى قد ايه، كل يعني كم مره كل ساعه، كم مره هفتح واقفل الواجهه دي كل ساعه. فكان عندي شويه معايير كده لازم احققها مع بعض. فعن طريق الهاني بي قدرت ان انا عن طريق الانرجي سيميليشن ان انا اطلع المعلومه بتاعت معدل التهويه اللي هي كميه الهواء جوه الفراغات على المتر المربع زائد درجه حرارتها قد ايه، وممكن كمان اعرف الطاقه المستهلكه في التبريد، الطاقه المستهلكه في التدفئه، الطاقه المستهلكه في الاضاءه، الطاقه المستهلكه في الاضاءه، الطاقه المستهلكه في نتيجه تشغيل المبنى. لان طبعا انا بدخل مدخلات معينه، بقول له مثلا ان الفراغ ده فراغ تعليمي ومساحته مثلا متر في متر، فهو اوتوماتيك بيحط كده معايير معينه ان المتر في متر ده وفراغ تعليمي المفروض يبقى فيهم اكس معين او اكس من الناس موجود جوه الفراغ ده. الاكس من الناس دول انا بدخله معلومه من المعلومات هم بيعملوا ايه، يعني مثلا قاعدين بيكتبوا ولا بيجروا ولا بيعملوا ايه بالظبط. فبرضه دي من ضمن المعلومات اللي انا بدخلها له، المبنى ده شغال من الساعه كام للساعه كام، بدخل له المعلومه دي، بدخل له الماتيريال بتاع الغلاف بتاع المبنى، بدخل له طبعا مساحه الشباك قد ايه، بدخل له كل المعلومات اللي هي بتبقى هتاثر لي في التصميم بعد كده. وبناء عليه انا باخد المعلومات او الاوتبوتس بتاعتي ريليتد للانبوتس اللي انا دخلتها. فممكن ان انا اعرف المعلومات دي عن طريق ان انا بدخله سوري بس على الدوشه دي، بعرف الاوتبوتس اللي انا او بحدد الاوتبوتس عن طريق الانبوتس اللي انا دخلتها. يبقى انا كده لازم اهتم جدا او اعرف السكه زي ما قلنا في الاول اللي انا رايحه لها، ايه الاوتبوتس اللي انا محتاجاها
علشان اعرف ايه الانبوتس اللي انا هحتاجها. والبروسيس اللي بتحصل في النص دي، يا سلام بقى لو انا مذاكره تحكم بيئي كويس وعارفه الحاجات دي بتتم ريليتد لايه، لان الهاني بي مش بيخترع من دماغه حاجات، لا كل بروسيس بنشتغلها على الليدي باج والهاني بي بتكون ريليتد لبعض النظريات وبعض القوانين البيئيه اللي الناس قدام جدا عملوها. ففي ريفرنس قوي جدا ورا الموضوع، وهو مش مجرد برنامج بقول له اعمل لي كذا فبيعملها لي. في حاجه برضو لسه حد سالني عليها من قريب حابه بس اوضحها برضو بالمناسبه. في ناس فاكره انه الليدي باج ده عباره عن ايه، ان انا بدخله معلومه فهيطلع لي يقول لي منى انت المفروض تعملي 1 2 3 في المبنى بتاعك. لا، هو انا اللي بقول، انا اللي بفكر، انا بستخدمه كعامل مساعد عشان يقول لي مثلا اللي انا عملته ده هل هو كان مفيد، هل هو كان افكتيف، هل هو كان بيحقق لي الاهداف بتاعتي اللي انا محددها من الاول ولا لا. فانا دلوقتي قلت ان انا هصمم في مدينه القاهره، السلام عليكم. باشمهندس منى، ممكن حضرتك تتكلم من الموبايل لو في مشكله في النت وانا هعرض الشريحه؟ ايوه باشمهندس مايك، معلش هو النت اتفصل. هل في امكانيه تعمل شير ولا اعمل من عندي؟ ممكن حضرتك تعمل شير من عند نفس السلايد. تمام. كانت رقم كام؟ ثانيه واحده. السلايد رقم 37. تمام. اتفضل يا دكتور. طيب تمام. انا اسفه بس النت عندي مش مستقر بسبب الاحوال الجويه دلوقتي. كنا بنقول انه كان في ناس فاكره انه هو البرنامج انا دخله بعض المعلومات وبعدين هو هيقوم ايه مطلع لي حاجات كده من عنده ويقول لي اعملي كذا واعملي كذا، او هيعمل لي بدايل تصميميه معينه ويقول لي ايه اختاري منهم بديل. لا، هو الموضوع مش كده. سوري. معلش كده. تمام. يا دكتور تمام. طيب، هو الموضوع مش بيبقى ان هو بيطلع لي بدائل معينه وانا بختار منها، لا، البدائل دي انا اللي بعملها بنفسي، وبعدين يعني ايه ببتدي ان انا اشوف بقى البديل اللي انا اخترته ده يعني محقق لي التارجت بتاعي، محقق لي الاهداف التصميميه اللي انا عاملاها ولا لا. وبعدين لو لقيته مش محقق برجع بالراجع اعدل حاجات معينه، وبعدين ارجع تاني اعدلها، وبعدين ارجع اشوف تاني النتيجه بتاعه السيميليشن من بره، وهكذا بفضل كده رايحه جايه زي ما قلنا قبل كده لغايه لما بحقق الاهداف. يعني هو الموضوع مش هيطلع لي بدايل وانا اختار منها، بس ممكن اعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن، والاوبتمايزيشن ده بيطلع لي احسن 3 حلول. احسن 3 حلول لما مثلا اعمل كونكشن ما بين ال اسمها ايه، زي مثلا ان انا عايزه احقق درجه حراره ما بين 18 و25 اللي هو المحيط الراحه الحراريه مع نسبه الفتحه اللي موجوده على الواجهه الجنوبيه. انا عايزه اشوف نسبه فتحه على الواجهه الجنوبيه في فراغ معين قد ايه بحيث تحقق لي الراحه الحراريه اللي هي حراره الفراغ الداخلي تبقى مثلا من 18 ل 20 لما تكون الرطوبه النسبيه 50% مثلا. انا بعمل بقى كونكشن ما بين الثلاث معلومات دول عن طريق الاوبتمايزيشن، وبعدين ببتدي اشوف بقى ايه يقعد هو بيعمل لي كالكوليشنز كده معينه او بروسيس معينه بيعملها مع نفسه، وبعدين يطلع لي النتيجه في الاخر اكتر 3 حلول كويسه. اكتر 3 حلول كويسه دول بناء على ايه؟ بيطلع لي لما كانت نسبه الشباك 50% كانت درجه الحراره مثلا 25،
لما كانت نسبة الشباك 40% أو 30% كانت درجة الحرارة أقل من 25 سي مثلا 23، لما كانت نسبة الشباك مثلا 10% كانت درجة الحرارة مثلا زي مثلا 20. فأنا كده أكتر 3 حلول كانوا كويسين بيطلعهم لي في الأول، بس دي حاجة اسمها اوبتمايزيشن بستخدم فيها الجراس هوبر مع الليدي باج او الهوني بي. فبكده ممكن يطلع لي احسن 3 حلول، بس مش هيطلع لي بدايل، مش هيعمل لي حاجه بنفسه يعني. هي دي الفكره. السلايد اللي بعد كده دي المنتج النهائي بتاع الماجستير بتاعي. الواجهه استاذنك يا باشمهندس تمشي تعمل، لا الفيديو هو اللي فاتت دي فيديو. في الآخر بدأت يعني المعلومات تتضح بالنسبة لي، إن الواجهة دي عن طريق برضو بعض المعادلات اللي أنا احتجت إن أنا أستخدمها بره البرنامج عشان أشوف، لأن ساعتها صراحة ما كنتش بعرف أعمل أوبتمايزيشن. كان المفروض إن أنا أعمل أوبتمايزيشن علشان أشوف لما كانت الفتحة مفتوحة كام في المية بتدخل لي كمية حرارة قد إيه وكمية هواء قد إيه، وعليه أشوف أنا هحرك الواجهة دي بمعدل قد إيه. فانا ساعتها كانت خبرتي في الموضوع مش كبيره، فاضطريت ان انا استخدم بعض المعادلات عشان اجيب كم مره الواجهه هتفتح في الساعه الواحده. السلايد اللي بعد كده برضو، عشان الموضوع مش موضوع ان انا بعمل بيه حاجات بحثيه وبس، لا انا اشتغلت بيه فعلا في شغل حقيقي. ده كان مشروع ده مع شيبا جروب، دكتور احمد شيبا، ومع شركه كونسيليوم، ودي مكتب استشاري. كنت انا داخله كو ديزاينر، هم كانوا بيشتغلوا في الديزاينز الرئيسيه وانا كنت بعمل اناليسز، ودخلت بقى بدور اللي هو الكو ديزاينر او الانفايرمنتال اناليسز. هي تقريبا كده. المهم فهنا بداوا هم يحطوا الافكار التصميميه، وانا كنت طبعا من الاول بدات ان انا اعمل الدراسه بتاعت المناخ. وهم كانوا الهدف من الموضوع ده ان هم كانوا عايزين يبنوا مبنى في الغردقة، والمبنى ده عايز ياخد بتاعة الأثر البيئي، موافقة من الأثر البيئي أو حاجة زي كده. فكنا المفروض نعمل تقليل الأثر البيئي، فدي من ضمن الحاجات كتير في الدراسة بتاعة الأثر البيئي تتعمل، كانت من ضمنها الدراسة البيئية بتاعة المبنى، وإن أنا أوفر طاقة في المبنى ده. فعملنا الموضوع من الأول، وبدأت إن أنا أشوف درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الهواء والإشعاع الشمسي وكل المعلومات اللي هي بتاعت المناخ. وبعدين بدأنا نطلع ببعض المعايير التصميمية اللي خدوا بالكم المفروض نعمل كذا والمفروض نراعي كذا. وعشان هم كانوا بدأوا يحطوا كونسبت، بدأت إن أنا آخد الكونسبت دي وأعمل لها ستادي على المايكرو كلايمت بقى اللي إحنا قلنا عليها، المايكرو كلايمت ستادي، عشان أشوف الدنيا جوه المبنى عاملة إزاي، والإشعاع الشمسي مع الشيدنج ديفايسز اللي هم عاملينها. لو تلاحظوا هنا في أسلحة طالعة وكده، طيب الشيدنج ديفايسز دي افكتيف ولا هي معمولة شكله بس، ولا أثرت لي في إن أنا أقلل درجات الحرارة وأعمل تظليل للواجهة على نفسها ولا لأ؟ طيب ده كله عمل لي إيه في استهلاك الطاقة جوه المبنى؟ هل في طاقة مستهلكة في التبريد؟ هل في طاقة مستهلكة في التدفئة؟ طب قد إيه كبيرة محتاجة أقللها؟ وهكذا. وكنا بنعدل في الكتله وفي التصميم اول باول، بحيث ان انا اوصل للحل الاوبتيمم بالنسبه لي، ان انا ابقى عامله مبنى مريح حراريا وفي نفس الوقت بيقلل استهلاك الطاقه. في الحاجات اللي على الشمال دي درجات الحراره جوه المبنى في بعض المراحل من المراحل التصميميه. كان برضو من ضمن المشاكل كان في معدل التهوية قليل في بعض الواجهات، في بعض الفراغات، لأنها ما كانتش على الواجهة البحرية. فاضطرينا إن احنا برضو بالتكامل مع فريق التصميم إن احنا نعمل زي ملاقف كده، أو نستغل الأسلحة اللي كانت مرتفعة عن المبنى في إن هي تبقى مش مجرد سلاح، لا ده هو عبارة عن زي ضغط كده أو ملقف بيدخل لي هواء عشان أوصل الهواء لبعض الفراغات اللي ما كانش بيوصلها الهواء عن طريق الواجهات البحرية أو الواجهة اللي جاية لي منها الرياح السائدة. السلايد اللي بعد كده دي كانت النتيجة بتاعت الفاينل برودكت بقى، إن إحنا بعد ما عملنا كل الموضوع ده واشتغلنا كتيم متكافئ مع بعض، أو يعني بنشتغل سوا يعني بنكمل بعض زي ما بيقولوا،
وصلنا في الاخر ان احنا قللنا درجات الحراره الداخليه في الصيف من 31، كانت 31 الى 34، بقت 22 ل 25، وفي الشتاء كانت من 18 ل 22. لا سوري، في الشتاء بدأت تبقى من 18 ل 22، والكود بيقول ان درجه الحراره المريحه حراريا من 18 ل 25. فانا كده في بالنسبه للشتاء وبالنسبه للصيف انا حققت معايير الراحه الحراريه، وبالتالي قدرت ان انا اقلل استهلاك الطاقه اللي هي مستهلكه في التبريد وفي التدفئه. هو كده احنا تقريبا خلصنا التعريف بالليدي باج والهاني بي وبالبروسيس بتاعه التصميم البيئي. فلو في اي سؤال او في حاجه يعني سهوا سقطت مني، اتمنى ان انتوا تتفضلوا يعني تقولوها لي وكده. جزاكم الله كل خير، بس انا حاسس ان الموضوع كبير، فهل في امكانيه ان حضرات مثلا او حضرتك مثلا بتقدمي محاضرات في حاجه زي كده لو حد حابب ان هو يتوسع في الموضوع؟ هو طبعا احنا بنقدم ورك شوبس في موضوع التصميم البيئي الحاسوبي ده، بس هو عشان لازم الاول اكون عارف راينو. احنا قلنا ان الليدي باج والهوني بي بيشتغلوا مع بقيه البرامج هات وخد، يعني بدخل امبورت وبعمل اكسبورت، بس الامبورت هنا بيبقى عن طريق الراينو. الراينو زيه زي اي برنامج، ممكن يبقى فيه بعض المشاكل اللي بتواجهني لما بعمل امبورت من اي برنامج تاني للراينو. فاحنا بنفضل ان الشخص اللي هيشتغل انرجي موديلنج باستخدام الليدي باج والهوني بي ان هو يبني الموديل من الاول على الراينو. فاحنا بندي كورس الراينو ككورس منفصل او متصل بكورس الانفايرمنتال ديزاين، بس لو انا بعرف اشتغل راينو دي حاجه كويسه. فاحنا بندي ورك شوب بتعلمك الاول براينو اساسيات، وبعدين بندخل على السايت اناليسز، وبعدين بعد ما بنتعلم السايت اناليسز بندخل على الانرجي موديلنج. وان شاء الله الشهر اللي جاي في كورس راينو منفصل ما فيهوش انفايرمنتال ديزاين، وفي كورس انفايرمنتال ديزاين هيبقى موجود من يوم 10/3 تقريبا. فممكن الناس اللي مهتمة تسجل النهاردة مع باشمهندس عمر، بحيث ان ان شاء الله يعني يبقى ليكوا خصم حوالي 10%. شكرا ليكم بس ان انتوا حضرتوا النهارده في الظروف الوحشه دي. فان شاء الله اي حد مهتم ان هو يحضر ورشه الانفايرمنتال ديزاين ليه خصم 10%، بس يسجل ان شاء الله النهارده ان هو مهتم بالورشه دي ان شاء الله، واحنا هنتواصل معاه لما نعمل اعلان عن الورشه يعني. ممتاز فبس جدا، ان شاء الله هنحضر باذن الله. ان شاء وفي الله. بس اسئله لو حضرتك تسمحي لنا. اتفضل. باشمهندسة دعاء بتسأل دكتورة من فضلك إذا حد حابب يتعمق في الدراسة البيئية تنصح نبدأ بإيه، غير إن برنامج الراينو المفروض الواحد ياخد كورسات إيه؟ غير برنامج الراينو تاخد كورس ايه؟ يعني خلاص الراينو الناس متفق عليه، لو في حاجة تانية ممكن الناس تاخدها تتعلمها؟ واحنا زي ما قلنا لو انا حددت دلوقتي ان انا خلاص هستخدم الليدي باج والهاني بي كانفايرومنتال تول، يبقى انا لازم اتعلم الراينو، علشان يعني الوقت اللي انا هضيعه في ان احل المشاكل اللي انا مثلا جايبه بيها الكتله من على الماكس، يبقى انا ابني الكتله على الراينو من الاول احسن. خاصه ان انا في الليدي باج والهوني بي مش بحتاج تفاصيل فظيعه، انا بعمل كونسبتشوال موديل حاجه كده بسيطه سيرفيسز كلها، بحيث ان انا ما اعملش مشاكل لنفسي وانا بشتغل السيميليشن بعد كده. فبس عشان اتلافى المشاكل اللي هتحصل لي لما بجيب الموديل من اي برنامج تاني، ببني الموديل بتاعي في الراينو على طول. فيفضل ان انا على الاقل يكون عندي اساسيات راينو، غير كده اي برنامج خارجي انا مش محتاجه اتعلمه. لو انا قررت ان انا هاخد الليدي باج ايه والهاني بي، يبقى هو الانفايرمنتال تول اللي انا هستخدمه، يعني مش لازم اعرف اي حاجه كسوفت ويرز تانيه يعني. انما بقى كتصميم بيئي لو انا عايزه اتعمق في الموضوع، برجع بقى لكورس التحكم البيئي اللي انا اخدته في الكليه. كورس التحكم البيئي في مصر للاسف مختلف في كل جامعه عن التانيه، فممكن ارجع للكتب بتاعه التصميم البيئي، ولو عايزين برضو ممكن اشير معاكم بعض الكتب اللي هي بتفهمنا اكتر يعني ايه تصميم بيئي، وايه الفنتيليشن، ايه القوانين بتاعه الفنتيليشن، يعني ايه في بعض المفاهيم زي مثلا الكتله الحراريه، يعني ايه التوجيه مثلا، المفروض ان انا راعي ايه في التوجيه. الحاجات اللي هي الاساسيات قوي دي هتلاقينا كلنا مرت علينا في الكليه،
بس لو عايزين اتعمق فيها اكتر هنلاقي بقى في كتب جميله جدا ممكن اشير معاكم، عندي على الدرايف يعني، ممكن اشيرها معاكم بعد ما نخلص يعني ان شاء الله. تمام يا دكتورة. في سؤال بسمة بتسأل ايه البرامج اللي ممكن تعمل فنتليشن سيموليشن لمبنى بحيث اغير شكل فتحاته واشوف تأثير ده على الاندور اير كواليتي، جودة الهواء الداخلي. احنا كنا قلنا ان الليدي باك تولز هي عباره عن تولز كتيره، من ضمنها حاجه اسمها الباتر فلاي. الباتر فلاي ده عامل زي الليدي باج والهوني بي كده، بس هو بلوجن او اد اون منفصل. الباتر فلاي ده ممكن استخدمه في دراسه التهويه، بس لو انا مش حابب اشتغل مع الراين والجراس هوبر والباتر فلاي ان انا هتعلمه من جديد، لان للاسف الهوني بي مش بيعمل دراسه للتهويه، هو بيطلع لي بس معلومتين خاصين بالتهويه جوه المبنى اللي هي معدل التهويه ودرجة حرارة الهواء جوه الفراغات. لو المعلومتين دول كفاية بالنسبة لي وأنا مش عايز أعرف الهواء دخل من الشباك مشي إزاي في الفراغ ده أو اتوزع إزاي جوه الفراغ اللي هو الإير فلو، الدراسة بتاعت الإير فلو لو أنا مش محتاجها ومحتاج بس أعرف كمية الهواء ودرجة حرارة الهواء، فالهاني بي كفاية. لو أنا عايز أعرف بقى الهواء دخل من الشباك وتوزع إزاي جوه الفراغ وخرج من الباب راح فين اللي هو الدراسة بتاعت الإير فلو، بستخدم برامج تانية. في برنامج من أوتوداسك اسمه سي إف دي، في برنامج اللي هو الباتر فلاي من مع الجراس هوبر، وفي برنامج تالت مش متذكره اسمه ده، اسمه فرانسيس فلو ديزاين، اسمه فلو ديزاين تقريبا او حاجه فلو، هتاكد من اسمه برضو واشيره معاكم في الكومنتات بتاعه اللايف ان شاء الله يعني. تمام الفل. انما غير كده بصراحه انا يعني اكيد في برامج تانية بس انا دول اكتر حاجه بسمع عنها يعني. تمام طيب. في حد بيسأل المحاضرة مسجلة؟ لا مسجلة وموجودة على الصفحة بتاعت او ام، هحط لكم الرابط بتاعها حالا، وحطيت رابط الحضور بحيث لو حد حابب ان احنا نتواصل معاه هنبعت له التفاصيل بتاعت الكورسات بإذن الله. وباشمهندس اي حابب اسجل في الورشة ان شاء الله هحط الرابط بتاع الصفحة بتاعت الدكتورة بحيث لو حد حابب يتابع، سواء مهندس سواء مهتم احضر الورشة. تشرفني. اي ايه البرامج اللي ممكن نعمل فنتيليشن سيموليشن؟ طيب لو واحد عارف يشتغل كويس على برامج التصميم البيئي، ما هي التسعيرة المناسبة لحساب تكلفة التصميم؟ لا موضوع التسعيرة دي مش يعني ايه، انا ما اعرفش اقولها بصراحة يعني. يعني هي بتبقى ريليتد لحاجات كتير، انت داخل تعمل ايه، ايه دورك في التصميم، انت ساعتك بكام يعني، انت خبرتك قد ايه برضو يعني. مثلا ممكن اكون انا لسه حديث التخرج، فاكيد ساعتي وخبرتي بتقدر طبعا احنا ما ينفعش نقول ان احنا بنقدر نفسنا بفلوس او مجهوداتنا بفلوس، بس هو يمكن وقتنا وخبرتنا هي دي اللي بتحدد انا المفروض اطلب قد ايه، وبرضو دورنا في المشروع. فهي الفكرة في كده، ان انا بحسبها بصراحة بساعتي سعرها كام، وانا داخل اعمل ايه، والموضوع ده هياخد مني كام ساعة، والتاسك اللي انا هعملها هل هي تاسك واحده ولا يعني مثلا هخش اعمل انفايرمنتال سايت اناليسز وادي لهم تقرير بالحاجات اللي المفروض يعملوها واخرج، ولا انا هكمل معاهم المشروع وهعمل انرجي سيميليشن وهبقى كو ديزاينر معاهم في البروجكت لغايه لما يسلموا الفاينل برودكت، ولا هم عايزين ياخدوا مثلا شهاده ليد. فانا في برضو في الهاني بي اوبشن ان انا بتست بعض معايير، بعض مش كل، بعد معايير الليد في المشروع، فمثلا هفضل معاهم لغايه لما نخلص الموضوع في الاخر. برضو معرفتك بمعايير الليد دي حاجه يعني ايه بتضيف لك وبتعلي برضو من الفلوس اللي ممكن تطلبها. فانا ما اقدرش اقول للاسف سعر معين، الموضوع ده بيبقى في الاخر تقدير كل واحد لشغله وخبرته والحاجات دي. طيب باشمهندسة أمال بتسأل، ما فيش غير تسأل ولا إيه؟ بالنسبة لبرنامج الريفت مدى كفاءته في حساب الكفاءة الحرارية للمبنى؟ بص يعني هي الريفت انا يعني للامانه العلميه انا ما اشتغلتش بيه بايدي يعني، انا كنت تطرقت له في بدايه ما كنت بتعلم البرامج وعارفه اللي هو اسمه 360، الاستوديو 360 او حاجه زي كده، بس في ناس كتير من الناس اللي بتيجي تاخد معانا الكورسات بتشتكي من ان هم ما بيقدروش يعملوا كل حاجه
بالريفت. وحتى كمان دلوقتي عملوا الداينامو، والداينامو ده ممكن يشتغل مع الليدي باج والهوني بي، فممكن عن طريق معرفتك بيه الداينامو تشتغلي ريفت انفايرومنتال مع برضو الليدي باج والهوني بي. وممكن يعني لو انت مثلا عامله الكتله على الريفت، في دلوقتي تولز او بلوجنز ممكن تنقلك من الريفت للجراس هوبر. بس ان الريفت انفايرومنتال لوحده انا صراحه ما اشتغلتش بيه بايدي، بس بسمع الناس اللي بتشتكي منه كتير. عشان برضو انا مش جايه اقول ان البرامج التانيه وحشه، انا ده البرنامج ده اللي انا اخدت فيه خبره وارتحت للشغل بيه، ولقيته ان هو مريح بالنسبه لي، بيعمل لي كل الحاجات اللي انا محتاجها كمصمم بيئي، فكان بالنسبه لي يعني ايه كويس جدا. وكمان من ضمن مميزات معرفتي بالليدي باج والهوني بي ان هي فتحت لي شغل بره مصر، اللي هي الانترناشونال سمر سكول الجوريتم مع دكتور مصطفى ربيع، ففتحت لي شغل بره مصر. زائد ان انا لما باجي اشوف اي منحه فيها تصميم بيئي بيطلبوا كده بالاسم، ان لو انت بتعرف ليدي باك تولز دي حاجه كويسه جدا، او من ضمن الحاجات المحببه لو انت بتعرفها. فبرضو المنح لو حد بيتارجت مثلا ماجستير او دكتوراه بره مصر، وفي بعض لو انت بتتارجت شغل بره مصر برضو في بعض البوزيشنز اللي بتطلب لو انت بتشتغل انفايرمنتال ديزاين بالليدي باك والهوني بي، فدي حاجه برضو احنا محتاجينها. ما بيبقوش لازمينك ان انت تكون عارف ده، لكن حاجة اوبشنال وحاجة كويسة لو انت تكون بتعرفها. يعني ده برضو في حدود خبرتي الصغيرة في الموضوع. يعني في سؤال، هل في طريقة نقدر نلاقي بيها البيانات المناخية للمناطق اللي في مصر او في البلاد الافريقية؟ هو الويذر فايل ده لو ما لقيناهوش على الانرجي بلس، بقدر ان انا اطلعه من جوه الليدي باج وانا شغالة عن طريق بروسيس معين. ببتدي اعمل داونلود للويذر فايل، بيبقى فيه زي خريطه كده، والخريطه دي عليها المدن اللي موجود ليها ويذر فايلز. لو مش موجوده هنا ومش موجوده هنا للاسف، في مواقع ممكن اشتري من عليها الويذر فايل. ممكن برضو اشير معاكم في الكومنتس على يعني لينك من لينكات السايتس دي، ممكن تكون مفيده لبعضكم. يعني تمام. في حد بيسأل على الديزاين بيلدر، ايه رأي حضرتك فيه؟ الديزاين بيلدر برضو من ضمن الحاجات اللي انا عديت عليها، بس هو انا ما اشتغلتش بيه بايدي، فالحاجة اللي انا ما اشتغلتش فيها بايدي ما اقدرش اقول عليها حلوة ولا وحشة. بس اراء الناس اللي بتيجي تتعلم ليدي باج وهاني بي، هو اولا انا ليه ما اشتغلتش ديزاين بيلدر، بالرغم ان انا ده كان اول برنامج انا تعرضت ليه، يعني ان انا كنت بدرس مبنى واجهته متحركة، والديزاين بيلدر بيتعامل اكتر مع المباني الاستاتيكس. الديزاين بيلدر بفلوس وملوش اي طريقه غير ان انت تنزله لمده 30 يوم تشتغل وتخلص الدراسه بتاعتك في 30 يوم وهو مفتوح، علشان خاطر بعد ال 30 يوم دول هتضطر ان انت تغير ويندوز لو انت باحث او كده، او بتعمل دراسه معينه في بتتعلم حاجه او كده، يعني هتضطر ان انت تقعد تغير ويندوز كل شويه عشان تاخده ببلاش. مش عارفه دلوقتي اذا كانوا عملوا حاجه اوبشن للطلاب ولا لا، بس دول كانوا اكبر مشكلتين مخليني انا كمنى مش عايزه اتعامل مع البرنامج ده، ان هو بيتعامل مع المباني الاستاتيك مش المتحركه. تاني حاجه ان هو كان بفلوس وكل شويه بيقفل وبيعمل لي مشاكل. بقيه الناس بقى بتقول يعني ان هو في بعض الحاجات اللي ما بيعملهاش، وفي حاجات تانية بيعملها زي الدراسه بتاعت التهويه مثلا، هو بيعملها مش موجوده في الهوني بي، فهتلاقي مميزات وعيوب. فانا بنصح ان عشان بس ما نقولش ان ده وحش في المطلق، مفيش حاجه وحشه في المطلق ومفيش حاجه حلوه في المطلق، احنا نقرا عن كل برنامج ونشوف ايه الانبوتس اللي بيحتاجها، وهل الانبوتس دي متوفره ولا لا، ايه الاوتبوتس اللي بيطلعها، وهل هي الاوتبوتس دي اللي انا محتاجها ولا لا، شكل الاوتبوتس ايه. لو انا مثلا شفت اسمه ايه ده اي ابحاث علميه منشوره مستخدمه نفس البرنامج، ايه الاوتبوتس اللي الراجل طلعها في البحث بتاعه، هل الاوتبوتس دي مرضيه بالنسبه لي، هل ده اللي انا عايزه اعمله ولا لا، وبالتالي بقرر على اساسه التول اللي انا هستخدمها. زائد الحاجات اللي احنا قلناها بقى، ان هو يكون سهل الاستخدام، موفر للوقت والفلوس، يكون بيتعامل مع بقيه البرامج هات وخد،
ان هو يكون فاليديت ومأخوذ به في البحث العلمي، ان الانبوتس تكون متوفره، ان الاوتبوتس تكون مقروءه وهكذا. وفي الاخر انا بترجع لراحتي النفسيه زي الماكس كده والراينو او الماكس والريفت. في ناس بترتاح تشتغل بالماكس وفي ناس بترتاح تشتغل بالريفت، او يعني على حسب برضو عامل الراحه النفسيه ده مهمه بالنسبه لنا جدا يعني. فنقرا عن كل برنامج كويس وبعد كده ناخد قرار انا هروح للبرنامج ده. وكمان زمان ساعات يعني ما انا بدات ان انا اشتغل بالراينو بالليدي باك تولز، ما كانش لسه في ناس بتشرح زي دلوقتي. في دلوقتي اكتر من حد بيشرح بارامتريك وراينو وبيدي كورسات وحاجات زي كده. فبرضو المتوفر هلاقي حد لو انا وقعت في البرنامج ده، هلاقي حد يعلمني. طب مين الشخص ده في ديزاين بيلدر؟ مين بيدي كورسات ديزاين بيلدر لو انا قررت ان انا هاخد ديزاين بيلدر؟ طب هل ليه توتوريالز مثلا معينه ممكن انطلق لوحدي، مش لازم اخد كورس مثلا؟ وهكذا بقيه البرامج. لو انا وقعت في البرنامج ده وحصل لي دروب، مين هيلحقني؟ مين الشخص المتوفر في الكوميونتي اللي حواليا؟ فبرضو احط نفسي في الكوميونتي بتاع البرنامج اللي الشخص اللي انت اخترته. بس يعني مش كفايه بس ان انت تختار البرنامج وتقول لي انا مرتاح للبرنامج ده، لا، ده كمان مين الكوميونتي اللي هيديني السبورت لو وقعت. ودي برضو من ضمن مميزات الليدي باج والهاني بي، ان في كوميونتي قوي جدا بيدعمك، في توتوريالز ممكن تستخدمها. الكوميونتي ده بره مصر، الناس الديفلوبرز عاملين فورم ممكن تخش عليه تستفيد من خبراتهم. الناس دول ممكن يكونوا ناس ديفلوبرز نفسهم بيردوا عليك لو انت حصل لك مشكله، زائد الناس اللي هم زينا كده اتعلموا عندهم خبره شويه ممكن يردوا على اسئلتك. ممكن تلاقي مشاكل قابلت ناس قبلك فالمشكله دي مقابلاك دلوقتي، فتقدر ان انت من خلال خبرتهم في حل المشكله دي او ردودهم تعرف ان انت تحل مشكلتك. وهنا في مصر الحمد لله يعني احنا عندنا كوميونيتي صغنن كده عملناه عندنا في شركه او ام، ان احنا دلوقتي بقى عندنا ناس ممكن تساعدك، بس مش هتعمل لك حاجه بايدها يعني. ممكن تعلمك ازاي تعمل كذا، ممكن نفولو اب معاك مثلا، ممكن تقول لنا نعمل لك كونسلتيشن انه مثلا انت شغال على رساله بحث معين او حاجه زي كده. فممكن ان احنا مثلا ايه نقول لك لا ده مثلا المشكله دي كان سببها كذا، انت المفروض تعمل كذا او كده. فدي برضو من ضمن الخدمات اللي احنا بنقدمها. معلش شطحت شويه بس عن موضوع السؤال، بس اتمنى اكون جاوبت عليه بشكل كويس يعني. جزاكم الله كل خير. في باشمهندس احمد محاضره مفيده، شكرا لحضرتك على المجهود. باشمهندس محمد علي محاضره قيمه. وفي سؤال باشمهندس هبه، كم المده التي يمكن يتقن فيها الشخص أداة زي الهاني بي والليدي باج؟ المدة والله بتعتمد على الشخص نفسه. أنا عايز أقول لكم إن في ناس بتيجي تاخد الكورس معايا أكتر من مرة. ليه بقى؟ لأنه سابه ونسيه وبيقول لك use it or lose it. يعني دي قاعدة حتى في تعليم اللغة أو تعليم أي برنامج، استخدمها أو هتفقدها. فعلى حسب انا مدياله قد ايه من وقتي، على حسب انا بطبق بيه ولا لا، على حسب انا ممكن اعرف التول واسيبها واركنها وبعدين لما اجي احتاجها مثلا بعد كام اسبوع الاقيني نسيت الحاجه بالرغم ان انا كنت شاطر جدا فيها. ايا كانت ايه هي، الانجليزي لو احنا سبناه شويه بنلاقي نفسنا بنتلخبط واحنا بنتكلم. فده شيء طبيعي ان انا لازم ان انا ممكن اتقنها في اسبوع، ممكن اتقنها في شهر، ممكن اتقنها في سنه، على حسب انا مديله قد ايه من وقتي وعلى حسب انا حطاه في دماغي بنسبه قد ايه ان انا لازم اعرف الموضوع ده. يعني ممكن تجربتي انا في الموضوع، الاول انا اتعلمته مثلا في شهر مثلا، كان لازم ان انا في شهر احل مشكله الماجستير بتاعي، فبدات ان انا احط بقى كل حاجه قدامي واركز بس ان انا اتعلم الموضوع ده بيحصل ازاي، وسالت ناس ورحت وجيت وحاجات زي كده لغايه لما الموضوع بدا يمشي معايا. وزي ما قلت لكم جات لي فرصه ان انا اسافر في الجوريتم انترناشونال سمر سكول، فقابلت الديفلوبرز نفسهم بدات اناقش معاهم واخدت تيبس منهم قيمه جدا. فبس الموضوع اضاف لي شويه لغايه لما الحمد لله حليت مشكله الماجستير، وبدات بقى ايه شهر كمان احاول بقى اشوف الحاجات اللي كانت عندي فيها مشاكل وما كانش عندي وقت بدات اركز عليها اكتر. فممكن مثلا شهرين او اقل من شهرين كمان بتركيز
نحط دماغنا في الموضوع، نلاقي نفسنا أخدنا فيه شوط كبير أو عملنا فيه مجهود كويس إن إحنا فهمنا الدنيا يعني. جزاكم الله خير يا باشمهندسه. لو سمحت لي بس، انا برضو عندي في برامج حضرتك علمتها، وفي برامج لان انا ما بحتاجهاش في الشغل، ما بحتاجش بيها، بنساها. ممكن اخد فيها 3 4 كورسات زي 3 دي ماكس، خدت فيه كذا تمام. كورس وفي كل مره بقى كويس وطلع شغل كويس، بس ما بطبقش لان ما بحتاجهاش في شغلي، فبنساها، بضطر ان انا ادرسها تاني وتالت، ومحتاج الموضوع ممارسه. لو واحد خد مش خطوات كويسه، ان هو مثلا يحضر مع مدرب محترف على اساس يوفر الوقت ان هو يمارس الحاجه دي ويطبق في البيت، هيطلع شغل كويس ان شاء الله. تمام، هو هي دي الفكرة، انه الممارسة. وحتى لو انا ما بستخدمش الموضوع في شغلي، لا ادخله في شغلي بقى. يعني مثلا دلوقتي شركات كتير في مصر اللي ما بتستخدمش الراينو، بتستخدم الماكس. طيب لو انا هشتغل حاجة انفايرمنتال، او مش يعني انا المفروض اصلا ادخل الفكر ده في الشغل بتاعي، ان انا بقول لهم يا جماعة على فكرة في كذا، لا احنا بنعمل كذا بالطريقة الفلانية. لازم يكون يعني اعلي الوعي البيئي عند العملاء اللي انا بتعامل معاهم، او مع زمايلي في الشغل، او مع زمايلي في الكليه. فانا يعني احاول ان انا استخدم البرنامج على قد ما اقدر، حتى لو مش متوفر ان انا استخدمه بشكل مباشر في شغل مباشر، لا احاول اشوف حاجه مسابقه اطلع فيها طاقه التصميم بتاعتي، او الحاجه اللي انا عايز اعملها او حابب اعملها. وطبعا لغايه لما الفكر بقى العام في الدنيا كلها يتغير، ويبقى كل الناس بتعمل تصميمات بيئيه، فهنلاقي ان الدنيا ايه مشيت معانا اكتر. كمان الموضوع اللادي باج والهوني بي في تطور على طول، فهتلاقيه دايما بينتجريت اكتر مع برامج تانية. يعني مثلا الريفت، فيه سمعت عن بلوجن اسمه راينو انسايد تقريبا، او حاجه زي، او راينو انسايد تقريبا. ده بيجيب الحاجات من الريفت يدخلها على الراينو. فده لو انا متعود اشتغل بالريفت ومش عايز اتعلم راينو كبرنامج، ممكن اتعلم ليدي باج وهاني بي واجيب من الريفت للراينو عن طريق البلاجن ده، وبعدين اشتغل ليدي باج وهاني بي. وللعلم انا لما بدات في ليدي باج والهاني بي اتقنت الليدي باج والهاني بي من قبل ما اتقن الشغل على الراينو، لان زي ما قلت لكم ان احنا بنشتغل على سيرفيسز وعلى conceptual design، حاجات بسيطه جدا. فكنت لازم يبقى عندي اساسيات بس، مش لازم اكون خبيره في الراينو والجراس هوبر. بس طبعا الراينو والجراس هوبر عالم تاني وامكانيات تانيه، فانا لو تعمقت فيهم ممكن اطلع ديزاينز مختلفه تماما، وحاجات يعني في وقت ومجهود قليل جدا ممكن اطلع فكره تصميميه عظيمه جدا وانفايرمنتال، ومعموله بقى بارامترك وحاجات اللي احنا بنشوفها للمصممين العالميين دول. انا ممكن اطلعها يعني اللي هو كده في نص ساعه، بس لو انا فاهم يعني ايه بارامترك ديزاين كويس، ومثلا بصمم ريليتد لعامل مثلا زي العامل البيئي، فبقدر ان انا اعمل انتجريشن ما بينهم وهكذا. فنحاول نبراكتس بقى في شغلنا، في دراستنا، في ابحاثنا، نخش مسابقه. كل ما انا استخدمت البرنامج، وكل ما هعرف خباياه، كل ما هعرف هو بينتجريت مع برامج ايه تانيه، كل ما الدنيا هتوضح بالنسبه لي. وطبعا لازم اتابع ايه اللي بيحصل، لان في ابديتس بتحصل كل شويه، فايه الابديتس اللي بتحصل، عشان برضو ده بيساعدني على اني اتطور. كل ما البرامج اللي انا بستخدمها بتتطور، انا كمان بطور من امكانياتي معاها. دي سؤال، هو ايه مجال الشغل فيها، وهل بس الشركات الكبيرة اللي بتطبقها والمعماريين ممكن يشتغلوا فيها اكتر، ولا المدني؟ هو الراينو والجراس هوبر في بلوجنز ممكن بتوع مدني يشتغلوا بيها، ممكن مثلا ان انا ادرس الاستراكشر بتاع المبنى او حاجات زي كده. والله لو حضرتك مهندس مدني وعندك خبرة كويس في الانفايرومنتال ديزاين مثلا، فتشرفنا، ما فيش مشكلة خالص يعني. بس اهم حاجة ان يكون عندك الاساسيات بتاعة التصميم البيئي، علشان خاطر ايه، تبقى مستوعب الدنيا بتبقى ماشية ازاي باستخدام التولز دي. في مجال للشغل في مصر تصميم بيئي؟ اه في مجال، في ناس زي اللي انا اشتغلت معاهم، شيبا جروب وكونسيليوم. يعني اصلا دكتور احمد شيبا هو دكتور متخصص برضو في التصميم التخطيط البيئي، فبيشتغل بالفكر ده، زائد برضو المكاتب الكبيرة زي دار الهندسة، زي الاي سي جي،
برضو بيشتغلوا بالفكر ده. فأعتقد برضو إن كل المكاتب الكبيرة أو الشركات الكبيرة بدأت تدخل الانفيرومنتال ديزاين في الموضوع يعني. فيبقى حظك كويس لو اشتغلت في شركة من دول وفي نفس الوقت اشتغلت في الحاجة اللي انت بتحبها. غير كده ممكن لو بنعمل بحث علمي ممكن ابتدي اشتغل على حاجة انفيرومنتال، ده بقى سهل جدا اليومين دول، بقى سهل ان احنا نشتغل عليه يعني، لان المعلومات بقت متاحة اكتر. لو في مسابقات معمارية بقت من ضمن اشتراطاتها ان انت تكون بتحقق المعيار البيئي او بتوفر استهلاك طاقة او كده. في كارم سولار برضو بيعملوا حاجات عظيمة انفيرومنتال، في هاند اوفر بيعملوا حاجات انفايرومنتال، ففي كذا كذا حد في مصر بدأ يشتغل انفايرومنتال ومن فترة يعني. تمام دكتورة، بالتالي لازم التعاون بين كل الأقسام يعني بين المعماري والإنشائي والميكانيكا والكهرباء، كل واحد يعمل في الجزء بتاعه أفضل تصميم ممكن من ناحية الحفاظ على البيئة ومن ناحية إن المبنى يكون صديق للبيئة. بالظبط، هو برضو ده من ضمن الرد على الباشمهندس المدني، هو برضو ان احنا واحنا بنصمم انا كمعماري ما بصممش لوحدي، انا ببقى باخد رأي كل الناس، لان في حاجات مثلا زي كمية الاشعاع الشمسي او كمية الطاقة المستهلكة انا كمعماري ممكن عقلي ما يستوعبهاش، هل كمية الطاقة المستهلكة دي كبيرة ولا صغيرة؟ انا بالنسبة للبرنامج بطلع قيمة، القيمة دي بتبقى أقل من القيمة اللي قبلها لما كانت الماتيريال اللي أنا استخدمتها مثلا مش مقاومة كويس للحرارة. يعني مثلا لو جيت استخدمت المبنى الخارجي الواجهة الخارجية طوب وبعدين غيرت بقت حجر، فبيطلع لي استهلاك الطاقة لما كان المبنى طوب غير استهلاك الطاقة لما المبنى حجر، بس أنا مش عارفة استهلاك الطاقة ده قليل ولا كتير. فطبعا لازم ارجع للقسم بتاع الالكتروميكانيكال عندي في الشغل او لحد متخصص في الالكتروميكانيكال عشان يقول لي القيمه دي كويسه ولا احنا محتاجين نقللها اكتر. الاستراكشر برضو انا ممكن افكر في فكره تصميميه هايله معماريا لكن ما تتنفذش عشان انا ما يعني ما راجعتش المهندس المدني او الانشائي، فلازم برضو ان انا بقى انتجريت ما بيني وما بين الاقسام التانيه. برضو مهندس الكهرباء كميه الاضاءه اللي انا وزعتها دي هل هي كويسه، بتستهلك طاقه قد ايه، محتاج ان انا اقلل الطاقه الكهربيه شويه واعلي الطاقه الطبيعيه الاضاءه الطبيعيه ولا لا. فطبعا لازم يحصل انتجريشن ما بيني وما بين بقيه التخصصات، والا كده انا مش بحقق نجاح يعني. مش المهم ان انا اعمل نجاح معماري فظيع وواجهه شكلها حلو وبيئيا انا راضيه عنها، لكن ممكن تكون الأرقام اللي أنا مطلعاها نتيجة قلة خبرتي ونتيجة إن أنا ما رجعتهاش مع بعض التخصصات فتطلع غلط يعني. أنا بقى عملت كل اللي عليا وفي الآخر تطلع القيم أو الحاجات فيها بعض الأخطاء، ودي بتبقى برضو حاجات بتتاخد بالخبرة يعني. تمام فندم، في سؤال بيسأل الكورسات المعلن عنها والتي يمكن الانضمام لها هل ستكون أونلاين ولا بالحضور؟ لا دلوقتي احنا للاسف يعني موقفين موضوع الحضور ده خالص، فبندي كل كورساتنا اونلاين، فان شاء الله كل الكورسات اللي من ساعه الكورونا ما بدات لغايه دلوقتي شغاله اونلاين. تمام، هي فرصة كويسة عشان الناس اللي بره المنطقة يقدروا يحضروا. يا ريت طبعا يشرفونا. وفي سؤال بيسأل بيقول عايزين وسيلة تواصل، احنا حطينا الصفحة فممكن حضرتك تتواصل مع الصفحة دايركت. في برضه سؤال هل ممكن احضر ورشه؟ انا معماريه كنت بذاكر ليد، هل ممكن احضر الورشه ولا لازم اذاكر حاجه الاول مساعده؟ لا بالعكس يعني، كونها ان هي بتذاكر ليد اصلا فهي يعني فهي فاهمه في الموضوع. وكمان احنا الكورسات بتاعتنا مش بنقول بس ان احنا بنستخدم البرنامج ازاي، لا احنا بنقول بعض البيزكس، حاجات بيزكس، لان زي ما قلت ان مش كلنا درسنا نفس عندنا نفس الخلفيه البيئيه، في كل جامعه والتانيه بيبقى مختلف المواد اللي هما بيدرسوها. فطبعا لازم بنقدم الاول جزء كده اساسيات، واحنا بنتكلم بنربط عشان برضو دي مشكلة تانية ان انا اربط ما بين البرنامج والمخرجات اللي بتطلع منه باساسيات التصميم البيئي والقوانين اللي هي البيئية نفسها او القوانين اللي موجودة في الكتب. فاحنا دايما بنربط المواضيع ببعضها جوه الكورس، فلو في حاجة واقعة منها او مش فاهمها قوي احنا بنقولها جوه البرنامج جوه الوركشوب،
مش هدفنا بس ان احنا نقول لك اعمل الامر كذا عشان تطلع بالمنتج كذا، لا احنا بنعلمك البروسيس كلها ماشيه ازاي. تمام. في بعض الكورسات بتبقى مقتصرة على البرامج، بس الكورس دوت فيه شرح للنظريات نفسها، فده بيكون قافل بكتير. بس عشان نكون واضحين، انا مش بشرح تحكم بيه من الاول لان ده موضوع كبير جدا. احنا بنقول بس الحاجات المفيدة بالنسبة لنا ان احنا نعرفها، والحاجات اللي احنا هنحتاج نتعمق فيها بندي زي ريفرنس كده عشان الناس تقرأ اكتر فيها. زي مثلا ان انا موضوع التهوية الطبيعية ده عالم كبير جدا جدا، ومن اصعب الحاجات اللي ممكن اي حد باحث يدرسها في الرسالة بتاعته. فطبعا انا ما بقدرش ان انا اديله كل البيزكس بتاع التهوية الطبيعية، لكن اقدر ان انا اديله مفاهيم بسيطة تشغله، وهو لو عايز يتعمق بيروح يتعمق. فبس عشان نكون واضحين ان انا مش بدي تحكم بيئي في اي وركشوب بنديها، لا ممكن نبقى نعمل حاجة زي كده مستقبلا يعني. انما اي وركشوب ليها علاقة بان انا ازاي بستخدم الليزي باج والهاني بي، بندي فيها اساسيات بس عشان الناس تبقى فاهمة الدنيا، ولو احتاجنا ندي ريفرنس او كده الناس بيبقى معاها كتب وحاجات تتعمق فيها اكتر. تمام. طب في ممكن اسم كتاب من الكتب المفيدة في الموضوع؟ هو أنا للأسف مش حافظة أسماء الكتب، بس عندي درايف موجود عليه كل الكتب دي، فهبقى أشيره مع حضرتك أو نسيبه لهم في الكومنتس بعد كده. تمام. أنا حاطط حاجة اسمها رابط لجروب سيجنال، ممكن لما حد يشارك فيها نحط عليه الكتب بإذن الله. تمام. طيب، والصفحة بتاع حضرتك برضه الرابط بتاعها موجود. طيب، في سؤال باشمهندس أسماء، هل في مبنى كامل تصميم بيئي في مصر واخد شهادة ليد؟ تالي في مباني واخدة ليد بلاتينيوم كمان مش ذهبي، في مباني انا برضو ولا للاسف ذهبية؟ مش حاضرني اسمائهم، بس كان دكتور مؤمن عفيفي مصمم مبنى واخد شهادة الليد، فبس فممكن بقى يعني نحاول نسيرش شوية كده. بس هو في مباني كتير واخدة ليد في مصر هو ممكن لو دخل على موقع ليد واختار ايجيبت هيطلع له بالظبط. الحاجات كتيرة جدا واخدها. تمام، جزاكم الله كل خير، وألف شكر لحضرتك، وشكرا للحضور، شكرا وشكرا لحضرتك، الله. وبعتذر عن الدروب اللي حصل في نص لا ده. لا، كله الحمد لله، كله تمام الحمد لله. وشكرا باشمهندس محمود عبد الكريم وباشمهندس أحمد حسام من الدعم الفني، ربنا يكرمكم. وإن شاء الله برضو أي معلومات ماشي. تمام، حابين نسأل الدكتور عليها نجيبها لكم، نبعتها لكم إن شاء الله على الجروب بتاع سيجنال الواتساب برضه بإذن الله. وجزاكم الله كل خير. شكرا الناس بس ما لحضرتك. تنساش ان هم تعمل رابط الحضور، عشان هنبعت اي ايفنت جديد هنبعته برضه على الجروب، اي ايفنت خاص بالبشمهندس سمان. جزاكم الله كل خير. شكرا يا باشمهندس.